مساء الخير وأطيب التحيات لكل المشاهدين اللي انضموا هلا لقناة الـ LBC وروتانا خليجية حتى يتابعوا معنا حلقة الخميس 17 ديسمبر. كلنا جاهزين طبعا للانطلاق بهالحلقة وبهاللقاء، رح اترافق أنا وسعشا. مساء الخير. مساء النور نانسي، كيفنا؟ الحمد لله تمام، وأنا كمان بحيي كل عم بتابعونا على الـ LBC وقناة روتانا خليجية. اليوم حلقتنا مثل العادة منوعة، كل نهار ما بيشبه الثاني، لهيك دائما عم نحاول نقدم كل شيء جديد بمواضيعنا وفقراتنا، فتابعونا لآخر اللقاء. خلونا نروح ونرحب بضيوفنا، بضيوف فقرتنا الأولى، اختصاصية التغذية ميرا حج فرح. شو أخبارك ميرا؟ تمام؟ شو هاللوك الروي اليوم الغير شكل؟ ميرسي. وكمال حقوقي زياد نعماني، أهلا وسهلا فيك زياد. مساء الخير نانسي، مساء الخير. كيفنا؟ وين اللينات؟ ليش لاحظتهم دخلك؟ كمان كل مرة لوك كان غريب. كل مرة لوك لأنه كنت حاططهم قبل الهواء. اختفوا. اختفوا. يا أهلا وسهلا، شو في عنا زياد اليوم؟ بما انه هلا صارت خالصه 2015 فجايبين شويه امور احداث مهمه حصلت خلال السنه، حنعرضها شوي منوعه. تمام. وميرا كمان بفتره الاعياد ممكن شوي انه يزيد وزننا، فرح نعطي نصائح للمشاهدين كيف انه يقدروا ينتبهوا على وزنهم خلال فتره الاعياد. تمام، رح نستفيد كثير من هالنصائح. صح، رح نتابع كل التفاصيل بمواضيعكم بسياق حلقتنا وغيرها من الفقرات اللي حضرين لكم اياها نحن وفريق عمل البرنامج ببيروت، ونتعرف على ابرزها بهاللمحه. محمود حكيم، قصة نجاح ملهمة من الصفر إلى رجل أعمال يجوب الشرق الأوسط وأوروبا، يطلع الشباب من وجهة نظره على شروط التفوق. مع ويندي إسحاق منجول على أبرز الشهيرات والعارضات لنعرف شو اللي بيميزهم وأسرار رحلتهم إلى الأضواء. ميريال مقوم تصمم بطاقات المعيدة بروح الفرح والاحتفال، وبتحكي لنا عن التكريم الأخير اللي حظيت فيه باختيار من الجمهور. موضوعنا الرئيس لليوم مع اللايف كوتش ميرنا بارودي، فشاركونا بالإجابة على السؤال كم صديق يجب أن يكون لدينا وكيف منقيم علاقاتنا بأصدقائنا. مع هنادي حداد من ألمنتس نتعرف إلى كل شيء جديد بعالم التصميم الداخلي والمكفوشات، وبنحصل على أفكار لهدايا الأعياد. وطبعا غيرها من المواضيع، ومثل العادة بنبدأ مع جولة هيك من الأخبار. وأنا خبريتي شو رأيكم إذا بتعيشوا ببيت قيمته 300 مليون دولار؟ أنا بعيش ببيت أغلى من هيك. قد إيه حلو هيك؟ تعالوا نعمل جولة داخل البيت. جولة داخل هالبيت. هالبيت موجود بالعاصمة الفرنسية باريس، واشتري شخص قيل إنه من الشرق الأوسط بقيمة 301 مليون دولار بمشاركة شركة كريستي ريل استيت. وهالعقار معروف بقصر الملك لويس الرابع عشر، يلي شيد على مساحة 235,200 متر مربع، وبيوقع بين مدينتي فرساي ومغلي لهوا. وأشارت كريستي إلى أنه أعلى سعر لمنزل كان من نصيب منزل بلندن، ويلي بيع تقريبا نحو 221 مليون دولار بعام 2011. يعني مثل ما عم نشوف هون الصور لهالمنزل، طبعا اذا كان في هالقصر كان ساكن فيه لويس الرابع عشر بده يكون شيء كثير كثير حلو. انا ما بتعيش. اي دونت جو ولا لا ما حبيت. اول شيء اوريدي بخاف كثير، بصير بتخيل في اشباح في هيك، ما بس ما بلاقي هون هالاريا انه ايه حلو، بس ما بدي يعني بدك مدري ما بعرف كم شخص يعيش معك بهالبيت لتقدر تعيشي. بتجنن، بتصير تحكي حالك. اوريدي انا بحكي حالي. 300 مليون دولار تخيل. اوكي، انت شو خبرتك؟ طيب واحد يجمع 300 مليون دولار، ايه بتتخيلوا انه واحد ممكن يبيع الهواء؟ يبيع هواء؟ عم يبيع هواء للعالم. مرة سمعنا عن خبرية حدا كان عم بيبيع هواء على الويب سايت تبع الامازون. واو، هيدا بمطعم، ايه بالصين ببكين، قرر انه يشرج العالم على الفاتورة يوان اللي هي تقريبا قيمتها 14 سنت. اوكي 14 سنت لكل شخص بفوت على المطعم، لانه هو مركب فلاتر هواء، فانه عم بيعتبر انه الناس عم تتنشق هواء نظيف، فلازم يشرج عليهم هالموضوع. اكيد السلطات الصينيه تدخلت لتوقف هالمسخره اذا بدكم تقولوها، لانه ما فينا نتعاقد على شيء بالقانون، بكل القوانين يعني ما فيك تتعاقدي على امور موجوده بالطبيعه مثل الهواء مثل الشمس مثل يعني حيالله شيء.
فاكيد وعم بيشرج العالم 14 سنت اكيد كان جمع حق البيت يمكن. مش عارف شو بده يعمل ليطلع شوي ربح. هلا اكيد السلطات الصينيه وقفت هالموضوع وقالت له فكره منيحه انه تركب فلاتر كمان الناس تنفس هوا نظيف، ولكن مش معقول تشرجنا على الموضوع يعني. اوكي ميرا شو خبريتك؟ كنت تنطوا على الحبله انت وصغار؟ أيه طبعا كثير ايه. ومن احسن الرياضه كمان هلا بتخسر كثير وزن فيها. مزبوط، بنشجع حتى الاشخاص يلي بدهم يكونوا عم يعني هن عم بيتبعوا حميات غذائيه كمان انه يعملوا هالنوع من الرياضه. لفتني هالخبر لانه في مراهق عمره 11 سنه قدر يكسر الرقم القياسي بالقفز على الحبله، لانه سجل 110 قفزات ب 30 ثانيه خلال مباراه بين المدارس نظمت لاول مره بدبي تحت اسم World Inter School Rope Skipping Championships. وللتأكد من عدد القفزات رجعت اللجنة كمان حضرت الفيديو على البطيء، وبالفعل انه قدر يسجل هالمراهق هيدا العدد. بس بلاحظ كأنه عم يبطئ الحركة ويرجع بيسرعها. مزبوط، يعني في مثل تكنيك معينة. وبيقول سان جزايلن انه سبق وسجل قبل 548 قفزة خلال 3 دقائق بس. عم تتخيلي بس قديش تمرن، قديه بدها تركيز كمان بذات الوقت، بس يمكن بصير لا شعوريا بيقوم بهالحركات سريعة سريعة كثير. فتمرنا قفزة اثنين جينا نتعب نمشي عم نتفركش قفزة اثنين على طول ما مصر نتعب. ظبط لنا اسنان، ظبط لنا اسنان يا دكتور رائد لو سمحت. طيب انا خبريتي بتهم كثير الدول العربية، بحيث تستعد ومؤسساتها الى احياء اليوم العالمي للغة العربية ويصادف يوم غد 18 ديسمبر، وهالنهار اتخذ القرار بالاحتفال فيه كونه بهالتاريخ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها واللي بقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالأمم المتحدة بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. واحتفالا بهالنهار اعلنت مؤسسه محمد بن راشد ال مكتوم اطلاق الدوره الثالثه لمبادره بالعربي، واللي بتهدف الى تشجيع استخدام اللغه العربيه ومفرداتها بحياتنا اليوميه واستعاده مكانتها كلغه عالميه وتعزيز اكيد حضورها بوسائل الاعلام الرقمي والاجتماعي. وبمواقع التواصل الاجتماعي انتشر هاشتاج بعنوان اليوم العالمي للغه العربيه، وأبدى فيه العديد من المغردين العرب اعتزازهم باللغة العربية، كما نشر آخرون تغريدات تتناول الأخطاء الشائعة بها اللغة تحديدا. حلو. يعني شو حلوة هالمبادرة عن جد، وبظل هالظروف وعم نبعد شوي عن لغتنا الأم، فكتير مهم بهالنهار، مش بس بهالنهار، على تلت أو على مدار السنة نتذكر دائما لغتنا الأساسية. مش بس عم نبعد، يعني ياما مرات بتحسي في أشخاص بيكونوا أولادهم عندهم جنسية تانية بيعفون من العربي كليا. بقى ان شاء الله هيك بيرجع بعيد النظر بهالموضوع. مزبوط، مبادرة كتير مهمة. أما هلأ جولة جديدة من التقارير المصورة وإلى شارون ستون، وخلينا نشوف من هو حبيبة السري وشو هو مفهومة للجمال بعمر الخمسين. التفاصيل من تبعها بهالتقرير. منذ توقفت العام الماضي عن مواعدة المخرج والممثل ديفيد ديلويز لم تشاهد شارون ستون مع أي حبيب، إلا أن الشقراء شوهدت وهي تتناول العشاء مع رجل مجهول في مطعم بالم في بيفرلي هيلز، وقد بدا الاثنان بسعادة بالغة. ويعرف عن شارون بأنها تهوى التنقل بين العلاقات، إذ سبق وتزوجت فيل برونستون لست سنوات، وبعد طلاقها وعدت كراغ فيركسون، وقبل ذلك تم ربط اسمها بالمنتج السينمائي باري جوزفسون وأيضا جون بيترز الذي يعمل في المهنة نفسها. ورغم ميلها إلى الرجال الذين يوازونها سنا، سبق لستون أن وعدت من هم أصغر منها، مثل علاقتها مع العارض مارتن ميكا 29 عاما العام 2013، والممثل كريستين سليتر 46 عاما. ستون التي تبلغ اليوم من العمر 50 عاما تحافظ على جاذبيتها ورشقتها، وتؤمن كما سبق وصرحت لهاربرز بازار بأن مفهوم الإثارة والجاذبية يختلف لدى المرأة مع تقدمها بالسن، بحيث تهتم في هذه المرحلة العمرية
بأن تحصل على السعادة والمرح أكثر منه على مظهر براق يأسر العالم. وبعدها حلوة أكيد شارون ستون، بس نسبة لغير السليبرتيز بعمرها بين العمر عليها طبعا. لا وقالوا انه محافظه على نشاتها وعلى جاذبيتها، بس بدها شويه صبغه بعتقد. الا اذا سمعت هذيك المره الخبريه اللي قلناها انه الشيب هو شيء صحي، يمكن معقول مش هيك تركتهم. معقول كثير. رح نروح هلا على عند جينيفر لورنس اللي بتقول انه بتتمنى انها تخسر جولدن جلوب تحت اللي تفوز فيها صديقتها ايمي شومر. تفاصيل كلها بالتقرير التالي. في حوار لها أكدت جينيفر لورنس أنها تود أن ترى زميلتها وصديقتها الممثلة إيمي شومر تفوز بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة، برغم أن جينيفر مرشحة عن الفئة ذاتها على أن يتم الإعلان عن نتائج الجوائز الشهر المقبل. لورنس علقت: رغم أن إيمي قد لا تقول هذا، لكنني أقولها، نريد أن نراها تصعد على ذلك المسرح لتأخذ الجائزة معها إلى المنزل. وجينيفر متصالحة مع نفسها في هذا المجال، فهي سبق واقتنصت الجولدن جلوب العام 2013 عن دورها في فيلم سيلفر لاينينجز بلاي بوك، وفي 2014 عن دورها في أمريكان هاسل. I'm tired. I want to go. Are you going to walk me home or what? You poor social skills. You have a problem. I have a problem? Mm-hmm. You say more inappropriate things than appropriate things. Doc, she's crazy. Hey! Oh, what the hell? She knew where I was. She followed me. Why don't you run somewhere else? Calm down, crazy. Maybe she just needs a friend. You want to have dinner at this diner? Pick me up at 7:30. النجمتان المقربتين لديهما مشروع مشترك هو عبارة عن مسرحية تكتبانها معا وتلعبان فيها دور شقيقتين، وقد وصفت إيمي شومر النص على أنه حقيقي وممتع ومضحك. وكانت شومر قد صرحت حول ترشحها لجولدن جلوب عن دورها في فيلم ترين راك قائلة: تلقيت الخبر حين كنت أستلقي في سريري، مضيفة وممازحة: حين عرفت بأن جينيفر مرشحة أيضا لجولدن جلوب قررت أن أزيل رقمها عن هاتفي، انتهت صداقتنا. I'm just a modern chick who does what she wants. Last week, it was this guy. Is that one in the box? Hey, Mark Wahlberg, shut up. Mark Wahlberg? Mark Wahlberg is like 150 pounds. I look like Mark Wahlberg ate Mark Wahlberg. Before you judge, you should know I'm doing fine. يذكر أن حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب سيتم في العاشر من كانون الثاني المقبل، ويحكى أن إيمي شومر وجينيفر لورنس قررتا أن ترتديا الثوب ذاته إلى الحفل، لكن لا يمكننا أن نتأكد إذ قد تكونان تمزحان، أمر معروف في شخصيتيهما الكوميدية. I pick up the gun. Never speak on my behalf about my business again. Love somebody. من مطبخ برنامجنا ببيروت مع الشيف حسين عبد الستر رح نشوف اليوم شو محضرنا من اطباق. اهلا وسهلا فيك شيف. ثانك يو، شكرا لك. كيفك؟ انا منيح. كيفك؟ مشتاقين. نحن بلاكتر. كيف الطبخ معك؟ ماشي الحال. تمام. بتعرفي فتره اعياد شوي ضغط. اي هلا بيكتر الحلو اكثر من المالح. والحبش والحبش كمان اكيد شيء كثير اساسي بالعيد. شو محضرين لليوم؟ خرجنا بالعيد محضرين، بما انه نحن قربنا من موسم الاعياد حضرنا طبق الابيتايزر اللي هو الكنابيه. اكيد مثل ما شفنا نحن الكنابيه جبنا خبز باندومي. اوكي. حطينا دهناها الخبزه الباندومي بالزبده، حطينا فوقها، فينا نحط خس لورسو او فينا نحط خس ايسبرغ، ما في اي مشكله. حطينا نحن عاملين اليوم السالمون، سموكت سالمون مع الزبده اكيد، وحاطين الخس. ثاني حبه كمان رايديس اكيد، كمان كلهم بدنا ندهنهم زبده مع الرايديس. فينا نحط بدل الزبده فينا نحط صوص طرطار مش أوكي. غلط. وكمان عاملين هون جبنه الفتة كمان عاملينها بشكل بول 100%. فينا نحط بدل جبنه الفتة جبنه ماعز كمان تطلع كثير طيبه بتعطي نكهه مميزه. اوكي. هلا هون الطبق الثاني نحن المين كورس عاملينه تشيكن كاري. هلا اول شيء نحن حطينا البصل، قطعنا بصل جوانح، ضفنا له الجزر لحتى تاخذ شوي القليه لون. رح نضيف البطاطا، كمان رح نضيف الكرات والكرابس
اكيد اناناس، لان تشيكن كاري بندخل لها اناناس او تفاحه، وفينا نحط لها يعطيها الفليفر الطيب 100%، او فينا نحط لها موز ما في اي مشكله. كمان بنحط البهار الكاري اذا بدنا نلونها شوي زياده، فينا نحط لها العقده الصفراء. كمان بنرجع بعد ما تغلي كلها بنحط لها المرقه تغلي كلها، بنطحنها بنضيف لها كريم فريش لحتى تغلي وتعقد معنا. بنحط الدجاج، اكيد الدجاج نحن بنشويه على جنب او بنعمله سوتيه مع زيت زيتون او زبده وبنحطها فوق الصلصه. ومع رز اكيد، اكيد رح اعمل مع رز، رز مع خضار. كمان انا هون نقع الرز، لازم ننقعه نحن مده 45 دقيقه. رز امريكاني بدنا ننتبه للكميات، بدها تكون كل كبايه رز امريكاني بدها كبيتين مي، هي مثل ما بيعيروها ستات البيوت لحتى ما نضيعهم. انا عن نظر الرز الشيء الوحيد اللي بيزبط معي، مع انه بيقولوا اصعب شيء، بس انه عن نظر بحس المي قد ايه بعد بدها يعني على مستوى الرز. اكيد عن نظر، يعني نحن بنقول فينا نحطها فوق فوق ما نحط المي، بدنا نقول هالقد حوالي تقريبا او غمرتها. اي او غمر ال 100%. نتركها نحن لحتى نشوف الرز بلش ينبت، ينبت معنا، بنغطي اكيد وبنغطي، نتركه يتنبت على نار خفيفه. اها هلا هون انا حضفت البطاطا، ضفنا البطاطا، رح نضيف بعد الكرات والكرفس، بس بدي اضيفهم انا بالاخر لحتى تعطي النكهه المميزه. اوكي سو اساس كمان هالاكله او الوقت الكرات والكرفس، لانه مثل ما قلت بيعطوا هالطعم الطيب كمان بالاكل، بيعطوا طعم كثير طيب وطعم مميز للتشيكن كاري. او حيلا نوع نحن بدنا نطبخه، يعني هي الكرات او الكرفس نحن بنستعملهم مواد معطره للطبخ. اذا عم نسلق دجاج، او هلا نحن قربنا حكينا على موسم الحبش، فينا اكيد بس نحط الحبشه ندخلها الكرات والكرفس. قد ايه الحبشه بتكون مثلا في ستات بيوت بتطلع معها مزنخه، او بس نحط لها كرات الكرفس او ورق الغار عود القرفه، بيعطي نكهه كثير طيبه. طيب وبشيل كمان الزنخه شوي عن الدجاج 100%، او عن اللحوم او عن الاسماك، حيلا نوع من انواع اللحوم او الطرائد او الدجاج. أوكي. اوكي لكن بهالوقت رح نبدأ تحضر الوصفه لليوم شيف حسين، واكيد بنطلع عليك مثل العاده بحلقتنا مثل ما تعودت. اهلا وسهلا. اما هلا اول فاصل علينا، وبعد البريك بننطلق بمواضيع حلقتنا اللي حضرنا لكم اياها لليوم مثل ما تعرفتوا على ابرزها باللمحه السريعه. فاصل ونعود. ببيروت مره جديده بنحيي كل المشاهدين اللي عم بيتابعونا عبر شاشه ال بي سي وروتانا خليجيه. واليوم مع ويندي اسحاق رح نتعرف على 10 مشاهير انطلقوا من جديد وتمتعوا بافضل اطلاله بال 2015. اهلا وسهلا فيكي ويندي. الو شو اخبارك؟ ماشي الحال. انت حبيت كثير اللوك تبعو لك اليوم. ميرسي. يعني اسم الله عليكم. كل مره اللوك تبعها حلو. صح بالفعل. وكمان بنرحب مره جديده باختصاصيه التغذيه ميرا حج فرح. ميرا معك رح نشوف شو ممكن ناكل بالعيد من دون ما نكسب وزن. البدايه معك، بس نقول تمتعوا بافضل اطلاله بال 2015 شو بنعني؟ يعني هن بنات صبايا صغار، اكيد مش هينه انه يطلع لهم هيدا اللقب انه ترند سيترز او انه هن اللي بيطلقوا الموضه. مزبوط مزبوط. سو هول البنات قدروا على كذا مناسبة أو على كذا إطلالة يلبسوا شيء حلو ويبينوا حلوين ويعرفوا يلبسوا. أوكي. تيب. سو بنبلش بأول. يلا عنا 10 مشاهير صغار بالسن مثل ما قلنا، وكانوا كتير انتو فاشن. بنبلش أول بنت هي أنا إيورز، هي معروفة بأنه عندها جمال بريجيت باردو. الإطلالة تبعها هي موديل. أوكي. ومعروف الستيل تبعها بسليك اند شيك، عندها الايسترن بيوتي يعني يوروبيان بيوتي اللي هيك كثير ديسكريت وهيك الستيل السمبل. اوكي على فكره عم جرب قول قديش بعرف وجهها، ما بعرف وجهها، ما كثير قادره اشوف بالصوره هون، ولكن شكلها حلوه وقريبه مثل ما قلتي لبيجيت باردو. مظبوط بيشبهوها لبيجيت باردو. اوكي وستيلها هيك كان لافت هون. مزبوط. تاني بنت هي اف كي اي تويجز، يلي معروفه بصاحبته لروبرت باتنسون يلي بيمثل بتوايلايت. ستيلها هي شيز ا ميوزيشن، وستيلها معروف بالمينيماليست بس بنفس الوقت كثير دراماتيك وبتركز كثير على الحمرة، والاطلاله تبعها منا طبيعيه، منا انه تشيل. ايه بتحسوا انه في عنصر
دراما بشعرها بثيابها بالاكسسوارز تبعها. غريب كثير الستايل كمان. كثير غريب بس الشعر مش رح اتقبل انا هيك نوي ما بعرف كيف اختاروها. لا غير هيك طلعي هون ستيل نص كانه فستان بانتس مع هيدي اللي حطيتها من فوق انه نوي يركبوا مع بعض. بس هيك شخص فيك ما تنطري مثلا تشوفي شو لابسك كل فتره انه عندنا الحشيه انه نشوف شو لابسه. اي ما هيدي الفكره مزبوط. اوكي كفي كمان مع السليبرتيز. ثالث سليبرتي هي جيجي حديد يلي انا بيرسونلي مغرومه فيها عن جد ستيلها بيعقد. وهي من بيا فلسطيني وامها شي زي موديل كمان بس صارت هلا رياليتي تي في ستار. جيجي بلشت مع جاس تعرض لجاس وهلا صارت تعرض لاهم المصممين العالميه. ستيلها مثل كاليفورنيا كول الافورتليس يلي انه ما بتحسوا انه كثير شغله على حالها انه مش عايزه مش منزله الغزينه عليها يعني مزبوط. اوكي يلي بعدها هي نيكولا بيلد. شيز ان اب كومينج اكتريس يعني اكتريس بعدها باول مسيرة باول طلعتها مزبوط وبلشت مع ترانسفورمرز. ستيلها اكثر شيء على كالفن كلاين على كوشني سو بتركز اكثر شيء على على البوديكون اللي هو الفستان يلي بيبين السيلويت تبع الجسم تبع الجسم. مزبوط. اوكي هن كلهم صغار يعني بالعشرينات الصبايا ببلشوا من ال 18 او 17 حتى للعشرينات ال 25 ماكسيموم. اوكي نقلنا قبل شوي كنت علق على جيجي امبارح كنت عم بتفرج على صورتها عم بقول مش معقول عم بتطلع على تكوين وجهها بيبي بيبي صغير عم بتطلع كيف تحت عيونها كيف وجهها من هون كثير كانه بيبي عمرها 9 اشهر مزبوط. بقى هلا بعد يعني بعدها براس الشغله كيف بدي اقولها وشوفي هلا اجسام كمان يعني اكيد ما بياكلوا ميرا ما شو ميرا كل النهار ولا اكل او بياخذوا الحب او بياخذوا حبوب يمكن كثير سحريه بياخذوا. اوكي هون مين؟ فيبي تونكن هي بتمثل بسيريز سيكريت سيركل معروفه بالوايلد كارد يعني ستيلا مودرن هيك هيب كول انه مش كثير بتشتغل على يعني الجينز مثل ما شفنا وبليزر او كمان بنفس الوقت عندها سبلاش اوف كولر البينك كثير مش كثير بينلبس على مناسبات. اوكي سو بتعرف شو بيلبق لها بتعرفي يمكن اغلبيتهم هول يلي بينجحوا باطلالاتهم بيكونوا بيعرفوا اللون يلي بيناسبهم الشخص يلي بيناسبهم بيعرفوا الشيب تبع جسمهم. ايه حتى بس بيكونوا عارفين ساشا مين يختاروا مرات بيكون في اشخاص بيساعدوهم بفشلوهم بتطلع مزبوط هن عارفين مع مين ماشي صح. اوكي يلا عندنا ستيسي مارتن هي ممثله فرنسويه انعرفت بفيلم نيمفومانياك تبع لارس فون تريير. ستيلا هو انجنو هيك بسموه اللي هو بوهو شيك بدي اقول لك بوهيميان شوي بس على شيك طالع. على شيك مزبوط المودرن شوي يلي يعني بتركز على الليس على الدانتيل وبنفس الوقت على الكروشيه. بس الستيل اللي يعني اللي مرقوا حسيت احلى. ايه غير شيء البوهيميان شوي بده كاركتير معين لحتى تحت لي ينلبس يعني او الناس تتقبله والالوان هي كمان معينه مزبوط والالوان بتكون معجقه شوي اكثر من الالوان العاديه. اوكي اللي بعدها عندنا زندايا هي ممثله بديزني انعرفت من ديزني وبتغني وبترقص وبتعرض ازياء كثير حلوه وستيلها احلى بعد كثير عن جد كثير حلوه وهي شي زي ريسك تيكر تشبهها لويندي بدي اقول لك سبقتيني عن جد ايه عن جد مش هيك على شوي سمراء اكثر. ايه ستيلها كيف؟ ستيلها شي زي ريسك تيكر يعني ما عندها مشكله تاخذ ريسك بالفاشن تبعها وبتنجح كل مره عندها شي هاز ا فيمينين ستايل كثير عندها انوثه بثيابها بس بنفس الوقت عندها عنصر المفاجاه سربرايز اليمنت يعني أوكي. بيكون شي كثير بنات نفسها بس فيه عنصر هيك قوي بيفاجئك. اوكي من بعدها عندنا اللي جمعه الماضي كنا عم نحكي عنها كندل جينر. كندل بيست فريند تبع جيجي مزبوط. كندل هي من اوريجينز كارداشيان اوريجينز سو عندها البيوتي وعندها البيس اللي هو عائلتها سو هي عرضت لجيفانشي ولشانيل
وهلا انعرفت كثير يعني بالموضه وستيلا هو كروس اوفر عندها سليك بيزكس ما كثير تتعب تتبين لان مش عايزه عندها يوثفل فايبس وهيك انه كروب توبس كثير بتلبس لانه عندها ابس وفيها تبينهم بتلبس كثير حلو مزبوط. على فكره هي احلى شيء بتلبس بين اخواتها وهلا شوي كمان كايلي بلشت هيك عم بس كايلي مشتغل على طليسها ايه كايلي على كم منيح شوي بالبوي فرند تبول الرابر مشان هيك اوكي اوكي عندنا الما جودروسكي هي كمان ممثله فرنسويه وانعرفت بالباريجن بيوتي الشيك بيسكس وفيها عندها تاتش اوف ذا 70s يعني مثل ما شفنا هون البانتس شوي سبعينات بيردنا على السبعينات وكمان اكيد بما انه من اصول فرنسويه عندها هدول الفايبز الفرنسويه اللي بنحس فيهم اوكي والصوره اللي بعدها اخر سيلبرتي هي هيلي بولدوين صاحبته لجاستن بيبر انعرفت بصاحبته واهلها تنيتهم انا مصاحب هلا جاستن هيك ما بعرف هلا بس انه اوكي انعرفت من وراه كنت اعزف سو واهلها كمان سيلبرتيز وهي موديل ستيلا هي الالي جيرل شعرها كيف كروبت وهيك تان دائما عندها دائما برونزي وهيك فريش بيوتي وبتركز على الكولرز البلاك اند وايت اللي بيلبقوا مع شعراتها يعني بيعطوها هيك مثل تاتش حلو ايه مثل اطلاله كمان هون بهالصوره كانوا عم بيقولوا يلا صوروني خلصوني ما انا مش خلص يلا خلصوني بس اكيد كل هالسليبرتيز ما بيقفوا اي وجبه اساسيه خلال النهار اللي عم نمزح انه بيقعدوا بلا اكل بس انه متبعين رجيم ونظام غذائي صحي مزبوط. طب لنصير هيك بهالجسم خلال فترة الأعياد كيف شو السر؟ ما فينا في خلال فترة الأعياد أو كيف نحافظ يعني؟ على هيك جسم؟ هي أكثر بفترة الأعياد منجرب قد ما فينا نحافظ على الوزن يلي نحن فيه ما نزيد شوي صعب إنه نتبع دايت أو حمية غذائية بفترة الأعياد لأنه في كثير عزايم عشوات غدوات في إنه نكون عم نتناول مأكولات يمكن ما بنتناولها كل يوم فمهم بفترة الأعياد نحافظ على وزننا أوكي أوكي. صعبة بس كيف صعبة لازم رح نعطي هيك شوي بعض التبس للمشاهدين أول شغلة إذا نحن عنا عشاء أوقات أو عنا مثلا غدا ممكن أوقات نحن نقفي وقعة بتصير نقول نحن مثلا عندي عشاء ما بتغدى ولكن هذا شيء غلط ما لازم إنه نقفي وقعة لأنه بنوصل على العشاء أو على الوقعة يعني جوعانين كثير وبتصير ناكل كميات أكبر فمشان هيك نحن بننصح الاشخاص انه اذا لو عندهم عشاء تكون الوجبه اللي قبل يعني مثلا وجبه الغداء تكون خفيفه ولكن ما لازم تكون منشاله يعني اوكي خفيفه يعني صوب شو بنروح؟ مثلا نحن وقتها بيكون عندنا عشاء رح نتناول اللحمه الدجاج رح نتناول كمان بعض انواع الحلويات يعني رح بيكون كانه وقعه غداء فمشان هيك نحن للمشاهدين للاشخاص بنقول لهم انه على وقعه الغداء مثلا شو يتناولوا حيلا شيء دجاج ام لحمه مع سلاد او مثلا سمك تونه او مثلا كراب او يعني دائما يكون مرتكز على البروتين مع الخضره أوكي. يعني ما يكون الفوتين النشويات كمان على وقعه الغداء لنكون عم نعمل بالانس بين الغداء والعشاء أوكي. او اوقات بنقول لهم مثلا يقلبوا الغداء والعشاء يعني ياخذوا على الظهر مثلا توست مع لبنه مع جبنه مع هالاشياء هيدي الخفيفه أوكي. لحتى يقدروا على وجبه الليل يعني يقعدوا باعتدال بكل وجبه يتعشوا يعني صح. يقدروا ياكلوا بس ياكلوا البدونية بس مش انه نوصل ناكل تشيبس والبزورات هي هاي المشكله ما فينا ما نقدر نجرب هلا اصلا رح نحكي بالاخر شوي هلا خاصه بفتره الاعياد بيبقى كثير عنا عشوات شو نتبع قبل بيومين يمكن من ما يكون عنا هالاشياء هيدي حتى نحافظ على وزننا قبل بيومين يومين على الحد مزبوط انت كيف من النوع اللي بياكل كثير بتحرقي انا ما بحرق بروح على الجيم اوكي انا بجرب اتبع شيء هيلثي كثير باكل هيلثي لان اصلا الاكل الهيلثي اطيب عن جد صحه اكثر هي مش بس هدفه خساره الوزن هدفه اكيد نكون عم نحافظ على جسم صحي انا شفت صور لويندي على الانستغرام في نوع رياضه بس نسيت يعني من جمعتين شو فولي بول يمكن ايه شفت صوره بتحرق كثير هلا كثير مهمه رياضه كمان بفتره الاعياد مزبوط كثير مهمه رياضه بفتره الاعياد بنشجع الاشخاص لانه خاصه بيكون في اوقات بنبقى اخذين فرص من الشغل انه عن جد قد ما فيهم يقدروا يروحوا على الجيم او يمارسوا رياضه كل يوم لحتى يعوضوا شوي عن هالوحدات الحراريه اللي بيكونوا عم ياخذوها
كل يوم انا كل يوم تاني تب رح نحكي عنها بننصح الاشخاص انه كثير هن عم بياكلوا يلعبوا على مهلهم ليه؟ في شغله ما بنعرفها انه المعده هي كل ثلث ساعه بتسكر وبتفتح فنحن بهالثلث ساعه قد ايه بنفوت كميات اكل قد ايه بنكون عم نفوت سعرات حراريه فنحن اذا بنكون عم ناكل على مهلنا بهالوقت هيدا ممكن انه نحن ناكل كميه اقل وبهالطريقه ما بناكل كميات كبيره صح بنكون محافظين شوي على السعرات الحراريه اللي بنكون عم ناخذها بس تاكلي بسرعه ما بتحسي حالك ما بتحسي بالشبع وناكل كميات اكبر ويمكن اذا بتاكلي على مهلك هيك شوي شوي بتصير بتحسي حالك شبعانه اكثر ما بتضطري تاكلي اكثر كميه اوكي بالنسبه لتاني تب دائما ننتبه انه مثلا اذا ما ناخذ قبل العشاء ممكن انه نتناول المي مع نحن بننصح اوقات انه قبل بنص ساعه من الوجبه نكون عم ناخذ المي أوكي. فينا عن جد قد ما فينا ناخذ سوائل قبل الوجبه تنوصل شوي شبعانين وما نكون انه واصلين كثير جوعانين وناكل كمان يعني المي ممكن انها تساعد انه تملي لنا شوي معدتنا تما ناكل كميات كبيره أوكي. اوكي بس مش خلال الاكل كمان يمكن قبل الوجبه خلال الاكل شوي ممكن انه تزعجنا بالهضم فبنفضل قبل الوجبه اوكي بالنسبة لا كيف بدنا نبلش العشاء او الغداء بننصح الاشخاص دائما يبلشوا بشوربه او بسلطه لانه بس نبلش هن اذا بدك الشوربه والسلطه ما بيحتووا كثير على سعرات حراريه عاليه كميات عاليه فبننصح الاشخاص انه يبلشوا الوجبه تبعهم بالسلطه او بالشوربه هيك ساعتها ممكن انه تتملى معدتهم بذات الوقت ببطلوا ياكلوا كميات كبيره من غير انواع موجوده على السفره اوكي رابع شغله لازم ننتبه عن جد على المشروبات اللي بنكون عم نتناولها خلال العزايم تبعنا ممكن هالمشروبات حكينا عن السكر بحلقه سابقه ممكن عن جد انه من المشروب بس نوصل ل 500 وحده حراريه بلا ما نكون بنعرف وهي تقريبا 500 وحده حراريه قد يعني وجبه بالنهار ممكن نتناولها البرجر بركي مزبوط وبنكون عم ناخذ مزبوط بنكون عم ناكل حلويات بنكون عم ناكل طبقات يعني ممكن انه الوجبه تبعنا توصل ل 1000 وحده حراريه من عن جد اشياء ممكن انه تفاديها فاذا بدنا ناخذ مثلا مشروبات الغازيه ناخذها افضل دايت مثلا او العصير نكون عم نخفف من كمياته وناخذ مي اذا بدنا نشرب اوكي شو بعد في عنا؟ رح نحكي شوي ايه عن الديزرتس والحلويات لانه كثير بنتناولهم بفترة لاطيب شيء لاطيب صلب الموضوع ضعف وصلنا عن جد الحلويات هن الكارثة الكبيرة فدائما بفترة الاعياد بنتناولهم او بنتضيفهم او ممكن كل يوم كنا عم نتناول حلويات اكلت كثير يلا باخذ فبنصح الاشخاص انه عن جد اكيد بفضلوا شوي الفواكه على الحلو ولكن اذا بدهم يتناولوا الحلويات يكونوا ما عم يتناولوا فواكه بذات الوقت خلال النهار أوكي. يعني اذا بدهم يتناولوا حلو ما يتناولوا فواكه لحتى نكون شوي عم نعوض عن السكر ما بيأثر اذا كان بالليل يعني على العشاء مزبوط. الحلو مزبوط يعني هي اصلا هالوجبه ديجا اصلا عم بياخذ فيها الشخص اللي بده اياه فاذا بده ياكل حلويات مثلا ما ياخذ فواكه او اذا عن جد الحلو بالفواكه ممكن انه يكفيه ممكن يبلش شوي بالفواكه ساعتها شقفه صغيره من الحلويات صغيرة. ممكن انه تكفي أوكي. اوكي بس احنا تكفينا شقفه صغيره ما هالفكره ايه. ثاني ما فيك تفينا لازم مزبوط. يعني لازم الواحد يكون عنده اراده مزبوط موجوده كثير في شيء في اهم شيء الحبه السحريه نقاطع على الشيء في شيء نوع من الحلو مثلا بيبقى اخف سعرات حراريه من غيره مزبوط. نحن دائما ننصح الاشخاص ياخذوا الحلويات اللي ما كثير بتحتوي على الكريم وما بتكون لانه اكثر دسمه من غيرها، هلا في اذا بدهم يتناولوا نوع واحد من الحلويات فيه كريم بس اكثر شيء يتوجهوا على الكيكس الناشفين او على الكب كيكس او على هالاشياء بتبقى بتحتوي على سعرات حراريه اكثر، رح نشوف اصلا هلا شوي انواع واصناف بعد انواع اصناف الحلويات ونشوف قد ايه فيها وحدات حراريه يلا خلينا أوكي. نشوف بنبلش بركه بالكوكيز كثير بنتناول كوكيز بالنهار هيدي الكوكي تقريبا الوحده فيها 80 وحده حراريه 80 سعره حراريه يعني تقريبا قد حبه فواكه يعني سناك سناك هي وحده نحن اكيد ما بناكل وحده نحن بناكل تقريبا ثلاثه او اربعه يعني عم نوصل ل 320 وحده حراريه بلا ما نعرف يلي هي وجبه فبهالطريقه عن جد لازم انه نعمل اعتدال يعني ما ناكل فواكه اذا ما ناخذ كوكيز ونعرف ناخذ قد ايه ناخذ كميه مش بنحط علبه قدامنا وبنضلنا عم ناكل فنركز بس مثلا على اثنين او ثلاثه كوكي بالنهار اوكي
نحكي عن الجينجر بريد يلي هلا كثير بينعمل بفتره الاعياد. كمان جينجر بريد ممكن انه توصل وحده طيبين مزبوط ممكن انه توصل ل 100 وحده حراريه القطعه عم نحكي اذا شوي اكبر من هيدي. اوكي هيدي تقريبا كمان 80 فكمان لازم ننتبه على الكميه. بفتكر وحده كافيه مزبوط انه بتشبي وبتعطيني خلص وهي كثير سويت اصلا هي كثير سكر تعملها. اوكي البيوش او الكريسماس كيك يلي هي مليانه كريم الشقفه مثل ما بنقصها على هالحجم هيدا ممكن انها توصل لشقفه ولا بيوش كامله هيدي بيوش كامله بس اذا بدنا فكرت الشقفه هيدي الشقفه لا اذا على هالمعدل اذا هيك قليلي انه عادي اذا هالمعدل ماشي ننسي اخر فتره العيد رح تكون زايده شي 3 كيلو انا قلت لها زيك مبلشه خليكي على الحبه ننسي فهيدي الشقفه اذا بنقصها القطعه هي الوحده المبرومه ممكن توصل ل 320 وحده حراريه فنحن هون بننصح الاشخاص بشغله لنقول عم بيتغدوا ورجعوا اكلوا قطعه بيوش عن جد بننصح انه يلغوا الوجبه اللي جايه من بعدها يلي هي وجبه العشاء لحتى نكون شوي عم نعمل بالانس بهالطريقه ما بياخذوا وزن او ياخذوا البيوش الصبح ياكلوا كترويقه عن جد ونقضي نهارنا ولا لا اجمالا ما بننصح بالسكر الصبح تمام على الريق لانه بيعلي السكر وبضلك جوعانه كل النهار بتعوش بتعشى ناكل البيوش ما عجبني او كمان فينا ناخذها كوجبه مضبوط كوجبه عشاء بس انه افضل نلغي وقعه اذا بدنا ناكل هالانواع من الحلويات. اوكي اوكي الشستنات كي كمان مارو يلي بينعمل كمان بفترة الأعياد يعني عم تظهرينا بهالصور هلا نحن هون عن جد نعطي بدايل للمشاهدين أكيد مش رح تقطع فترة العيد وما يأكلوا هالأشياء ولكن تيحافظوا على وزنهم لازم يستبدلوها بأشياء تانية. أوكي. كمان ممكن توصل ل 280 وحدة حرارية فأفضل إنه كمان يلغوا وجبة اللي بعدها يعني فينا ساعتها ناخد على وجبة العشاء كاسة لبن مثلا أو سلطة أو مثلا نشرب شي سخن ممكن نكتفي منه. ايه بس بدك تشوفي قد ايه الواحد بيقدر يضاين على السلاد اذا بيبقى اكل كمان وجبه غدا ثقيله واخذ كثير انواع من الاكل ما بفتكر رح يقدر يتعشى ف اوكي جرب يعمل بالانس. طيب أوكي. والصوره اللي بعدها الصوره اللي بعدها الكب كيكس كمان كثير بناكل من هالاشياء هيدي ممكن انها توصل الكب كيك من 170 ل 200 وحده حراريه صغيره يعني نحن بنحكي بالنهار ممكن انه الاشخاص اللي ما عم تتبع حميه غذائيه فيها تتناول اربع حصص فواكه بالنهار يعني اربع مرات فواكه فاذا بتاخذ هالكب كيك هيدا بدها تشيل تقريبا ثلاث حصص فواكه اوكي وبتاخذ محله هالكب كيك هون مش ضروري نلغي وجبه بالمقابل هون للاشخاص اللي وزنهم منيح مزبوط عم نحكي عن الاشخاص اللي وزنهم منيح ولكن اذا فتره الاعياد هي تقريبا عم تقطع سبع ثمان ايام وكل يوم عم ناكل هالحلويات هيدي بلا ما نكون عم نعمل بالانس بالمقابل اكيد بدنا نزيد وزن الاغلبيه دائما بتقول يي شو مثلا نستحان نستحان بتقول لك ايه اعياد مزبوط ولازم يكون عندنا جرأة مثلا اذا كنا بمحل وتضيفنا وكنا اوريدي اكلين قبل عند حدا ثاني كمان قطعه جاتو لازم نكون عندنا جرأة نقول لا يعني مش انه كل شيء بيطلع قدام بدنا ناكله يعني يكون عندنا هذا الضمير اللي فينا يعني انه ما نتضيف كذا ضمير مره ضمير خشون اوكي واخر صوره اخر صوره كمان المورينج المورينج او يعني في جاتو بينعمل اسمه مو بلان بيبقى ايه. مثلا يمكن كله من المورينج كمان هذا كله سكر فكمان تقريبا مثل الكوكيز الاوقات على راس السنه على السنه الجديده فكمان اذا بدنا ناخذ شقفه من هالكيك كمان بدنا نلغي وجبه بالمقابل. اوكي هلا بقول لهم بس رح اعطيك نصيحه من عندي كلوا خلوا نيو ييرز ريزولوشن عندكم تعملوا سبور على السنه الجديده مزبوط. ما هيك مش احسن شيء وننسي كمان في شغله يعني انه عن جد بالنهايه ما فينا نحرم من هالاشياء بالعيد فمثلا قبل بنهار صح ممكن انه الصبح وعشيه اذا فينا نفرجي للمشاهدين ايه اكيد تفضلي شو ممكن ناخد الصبح مثلا ممكن ناخذ عم نحكي عند النساء مثلا اثنين توست مع شقفه جبنه تكون اكيد قليله الدسم او ممكن انه ناخذ خبزه صغيره مع شقفه جبنه بترجع بين الترويقه والغداء فينا نتناول كبايه لبن ام كبايه حليب اوكي على وقعه الغداء تكون بسمه تكزي على السلطه والبروتينات يعني دجاج مشوي لحمه مشويه او سمك مشوي اوكي بعد الظهر بس حبه فواكه وعشيه مثل الترويقه قطعتين توست مع شقفه جبنه اوكي ثاني نهار بنرجع بنعيد هالشيء خلال النهار وبنتعشى اللي بدنا اياه ساعتها بهالطريقه عن جد بنكون عم نعمل بالانس مش ممكن انه نرجع نزيد وزن فهيدا مثل المنيو فيهم الاشخاص يتبعوه قبل بنهار من ما يكون عندهم مثلا هيك بيكونوا حضروا حالهم شوي مزبوط كمان بيحضروا حالهم شوي لموسم العيد طمنا بالنا خلص مش الحال وندي اخذت كل هالنصايح سجلتيهم
ثانك يو وندي لحضورك معنا. ميرسي وندي. وكمان ثانك يو لك ميرا على كل هالنصائح، اكيد رح نتبعهم خلال الاعياد وعلى مدار السنه كمان. ثانك يو. رح نضلنا باجواء الاكل والطبخ، ورح نروح هلا نتعرف على المطبخ الارمني بالتقرير التالي، ومن بعده رح نروح بريك ونلاقيكم دغري من بعده، خليكم معنا. مشوارنا اليوم على أساس بيعرفنا على المطبخ الأرمني، فتوجهنا على بادجير، بس المفاجأة أنه تعرفنا على عالم كامل عنوانه التراث الأرمني. مهندسة معمارية وتنظيم مدني كمان، بشتغل ببلدية، بلدية بش حمود، مهندسة البلدية. خلال عملي بالبلدية تعرفت على الحرفيين، وبالبيت انفتحت على التراث الثقافي الأرمني، الغنى، أمي بتغني، ستي كانت تغني، نرقص بالبيت. الشعر والرياضة، لأنه بي رياضي، بخلوني انفتح على الثقافة الأرمنية وحبيتها، وحبيت أنه الناس تتعرف عليها. وكوني مهندسة، المهندسين بيضلوا على طول ينظموا، حبيت أنه أدمج أو أخدم الهندسة لسبيل التراث والثقافة. هذا نازوميا وبيدي هدية زاغيك بنشيلو سالفوري هدية زاغيك بنشيلو سالفوري هدية. بادجير أولا بيعني صورة، الصورة هي مفروض تعبر عن حياتنا، عن ماضينا، عن تاريخنا، عن تراثنا، عن تقاليدنا، مشان هيك عن كل شيء عنا اياه من خصوصيه. بما انه حابين نضوي على الارث الثقافي الارمني، المطبخ الارمني هو شيء كثير مهم بهالارث الثقافي، مشان هيك اسسنا بهالمطرح هيدا هالمطعم هاي يلي هو مطعم او اوضه الطعام، غرفه الطعام ببيت الضيافه الارمني. عزلنا زوبيا وبيري هدية لعيك بنشيلو سالفوري هدية. عزلنا زوبيا وبيري هدية لعيك بنشيلو سالفوري هدية. هالمركز عمره 3 سنين، يتضمن كل شيء فينا نبرز فيه الحرف والمطبخ الأرمني أو تراث الطهي الأرمني. بادجير جمع كل أنواع الحرف والفنون وعطانا فرصة نتعرف على جو. Speak softly loud and hold me warm against your heart. I feel your words the tender trembling moments start. When in warm, how very warm. صار لي فترة سنة وشوي سنة عم نيجي كل يوم أو لا تقريبا مثل عائلة، يعني بحس حالي إنه أنا فيت عائلة يعني.
هو أركينا كمان عم يشجعنا مبسوطين كلنا سوا. أنا بحب أعزف حتى ما أنسى أو أنسى ميموري تبعي. بس أنا عم بعزف أو عم بغني أو بألف وكذا وكذا بنسى بكل شيء. يا سنين اللي راح ترجعي لي رجعي لي شي مرة رجعي لي نسيوني عباب الطفولة تأرجع في ترقى. وإذا عم تسألوا حالكن عن هالصوت الرائع فخلوني أعرفكن على لوسي. بيانو 20 سنة صار لي بعزف. أنا بحس روح بحس لغة العالم بحس يعني غير شيء بطير. أنا متعمقة بالموسيقى الأرمنية لأنه بالنهاية هي هويتي وبحبها من كل قلبي من روحي. يلي بحبه أكثر شي هون بحس حالي مع عائلتي. ذكرني باتكير هو مرجع تبعنا وذكرني بالتراث والثقافة الأرمنية. صار دور المطبخ الأرمني مع الشيف مارو. بطجير مثل بيت هون، كل شيء بنشتغل كأن بيتنا هون، وعنا أكل خاص للأرمن، عنا سوبوراك، عنا مانتي، عنا غاباما، عنا أشياء وبهاراتنا عن الغير البهارات. نستعمل كل شيء يعني منحس بالبيت نحنا، يلي بيجوا الناس يأكلوا بحسوا كأن عم بياكلوا بيت أكل بيت أمهم. مانتي مثل ششبرك منحط لها عجينة كمان نعجن عجينة مع سبانخ بصير لونها أخضر والحشوة سبانخ وبصل وبهارات. عنا لقطين هلا نحن هاي لقطين نفتحها مننظفها القلب منشيل البزر هلا منملحها جوا شوي يلي هون موجودين الرز والمشمش فواكه مجفف والمكسرات والهالبهارات نستعملوا قلب الحشوة وإلا غنية خاص هيدا الغفاما. هاي جان غفاما همو فضوف غفاما هاي جان غفاما مغرمتش غفاما أران قطان تتوما أرين بيرين مردونا منر چارتا زغتين تون ريمت غاختين. هاي جان غاباما همو فضوف غاباما هاي جان غاباما مشوارنا مع بدجار كان كله مفاجآت وتعرفنا على شخصيات انحفرت صورتهم بذاكرتنا وفعلا طلع بدجار اسم على مسمى وكانت الصورة أكثر من شاملة. باي باي عمو باي باي تشرفنا.
رايكم ناخذ فكره عن اخر صيحات اكسسوار البيت والمفروشات يلي ممكن نزين فيها المنزل وخاصه بفتره الاعياد مع المهندسه الداخليه هنادي حداد، واكيد بنشوف نحن وياها بعض الصور كيف ممكن بيت بعد مش مفروش على العظم مثل ما بيقولوا جهزوا، وتحديدا بالمنس اللي عندهم احلى الاكسسوار. وكمان اليوم بنحكي عن بعض المفروشات اللي ممكن تكون موجوده بالبيت. اهلا وسهلا فيك هنادي. اهلا وسهلا هنادي، كيفك؟ تمام الحمد لله. يعني بعد لهلا هيدي الكورنر احلى كورنر حتى من ضيوف مين ما اجى بيقلنا عن جد كثير حلوه القعده، اكيد من تاتش المنس. شكرا لكم عن جديد. هنادي خلينا نحكي شوي، اليوم الشخص قصدكم بيت بعده جديد، كيف بتبلشوا كيف بتساعدوه ومن اي ناحيه ممكن يفرش البيت؟ بيقدر يجي لعنا بيكون البيت بعده على العدم مثل ما قلتي، يعني بيكون بده شغل من الصفر مثل ما بنسميه، يعني بيكون بعد مش مقسم حتى من جوا داخل البيت. ايه اكيد بنبلش مرات بنعدل بالتقسيم، اوكي، بعدين بنبلش نحط التاتش اللي بنسميها نحن الكونسبت، كيف هالبيت لازم ينعمل. سو بنبلش نعمل، بنفوت بالديزاين، ديزاين فيز، هيدي فتره بنقطع فيها نحن والكلاينت، بنبلش نعمل لهم ديزاين، وبالديزاين نعمل لهم بيرسبكتيفز تيشوفوا ان 3 دي، يعني الفيجوال كيف بيشوفوا الكولرز، كيف بيشوفوا المود، اي كورنر بحبوا تكون اقوى من الثانيه، من اقوى اي مين انه فيها ديتاي اكثر هيك. تنخلص هيدي الفتره بعدين عم ننقل على الاكزكيوشن فيز يلي كمان بتضلها ضمن المنتس، لانه نحن عندنا معمل المنتس، سو وي ار لبنيز براند، بننفذ هون، بنعمل كل شيء عندنا ان هاوس، المواد كلها هون، يعني كل شيء من عندنا صناعه. اكزاكتلي قصة انه مش بس فرش، يعني عم نشتغل كمان كل شيء خشب، كل شيء حيطان، كل شيء سقف، انتيريور، وعندنا شيء بعدين بنحكي عنه عن الاكستيريور كيف المنت بتشتغل بالاكستيريور. سو بيخلص الديزاين بنفوت على الاكزكيوشن بننفذ وبنوصل بالاخر على الاكسسوارز يلي فينا كمان نلاقيه عند المنت بجام كثير كبيره. حلو. سو اتس ا باكج بنشوفها مثل ما رح نشوفها هلا بالبروجيكت اللي نحن عندنا. خلينا نشوف كيف بتدخلوا على البيت وقت يكون البيت بعده هيك على العظم. متفسري لنا ستيب باي ستيب هون مثلا. يعني مرات بتفوتي على اسباسات بيكونوا اصحاب شارين البيت بيكونوا ملبكين مش عارفين شو بدهم يعملوا، انه بصيروا يتطلعوا هيك بيكون بعده اندر كونستراكشن، وقت تبلشي تحطي لهم الحلول وتفرجيهم كيف هيدا المود يلي رح يتغير ورح يصير بيتحمسوا اكثر، بيفهموا اكثر، بيشعروا الاسباس اكثر. هنادي يمكن هيك عنده التاتش وبيعرف عنده الذوق يعني كمان. اكيد، يعني هيدي شغله نتعلمها وبدها اكسبيرينس وبدها وقت وبدها كمان كثير انه نشتغل على السايكولوجي تبع الناس، يعني كل واحد بيته بيشبهه، كل واحد الاسباس تبعه بدها تريحه. اكيد، يعني هيدا بيت هلا اللي عم نشوفه هلا اندر كونستراكشن، هن كومباوند، عم نعطي فكره عن بيت منه كبير، هو جيبلكس، عم نحكي تقريبا 200 متر وهون الاسباس ريسبشن، يعني هون مثلا هيدي الصوره بنحكي عن اوضه السفره يلي رح تبين معنا كيف صارت بالبرسبكتيف يلي رح تجي. اوكي، هون هيدا البيت ذاته هلا شفنا كيف نحن اشتغلناه، يعني عملنا لهم الاسباس، ضلوا فتحنا الالوان، اشتغلنا بالخشب اللايت كولر لانه الكلاينت هون هو بحب هيدا المود، وبذات الوقت السبيس احسن اذا كان فاتح الوانه هون كرمال لا يضل مبين كبير. معاطي كثير كبر وطريقه الفرش بتحسي يعني قاعده ومرتاحه مريح. مزبوط، لانه عندك مجال تقعدي وعندك كثير محل تقعدي، وبذات الوقت منك حاسه انه هالفرنتشر بلكي او اخذ سبيس، لانه الكولر از نيوترال، فبتشتغلي هون بالالوان الناتر وبنشتغل الفون القصص وقتها بنسميه فون، يعني بنشتغل مثلا بالحيطان بالاليمان فيرتيكال بنحط لهم كولر، وبرضه هون الكولر كان مدروس انه يكون خشب صحيح بس يكون لايت وود، والشمني قعدت بالنص السبيس، فصلت المحلات عن بعضها. حلوه كيفيه معموله بطريقه هيك يعني برانيه وبتعطي جو كثير حلو، كلها اوبن. مزبوط، لانه كل اللي قاعدين بكل الاسباس ريسبشن يستفيدوا منها، لانه هيدا اليمون بالبيت الشمينه انه نحن نقعد مع الشمينه مش حدا بالكون او عندنا شمينه بالزاويه، لا هي الفكره انه نكون قاعدين معها. هلا صحيح لون الخشب هيك فاتح والالوان رايحه صوب البيج الاوف وايت يمكن، بس ما بتحسي بارد البيت؟ لا، يعني فيه دفى. كوزينس. مزبوط. هون الاكسسوارز بيشتغلوا كمان، يعني اذا انتبهتي اللامبس التابي هو الكوسان
والكولرز بيساعدوا انه تو اد كولر لما يكون هيك ناتر كله. صح، وقد بتلعبوا على عنصر الاضاءه كمان؟ كثير مهمه الاضاءه، كثير مهمه، فيها تكون كثير وايت، فيها تكون داي لايت كثير تتروح مودرن اكثر، فيها تكون لا وورم وايت، هيدي كثير مهمه الاضاءه. هلا هون مثلا البيت هو ذاته ايه هون أوكي. الفون تبع مثلا الصوفا عندهم كان بالكون كثير صغير، نحن قلنا له ما بدنا نستعمله، عملناه باك افلار، يعني حطينا فيه جابانيز ديزاين، جابانيز ستايل بلانتس، واستعملناها كثير هي كانها تابلو، سو اشتغلنا اللاندسكيبينج كمان لانه عندنا هيدا السيرفيس بشركتنا، سو اتس ا باكج مثل ما حكينا. هون في تراس بالطابق الفوقاني، اذا طلعنا عندنا الطابق الفوقاني تبع هيدا البيت عندهم تراس وعندهم فيو كثير حلوه، فاستفدنا منها انه اشتغلناها، عملنا دك خشب طلعنا هيك مثل درجتين عليها تنعطيها كمان اسباس لها خصوصي، وحطينا الاوتدور هيدا برا بالتراس. فكرته بالطابق الفوقاني لدرجه فكرت جوا انا مش برا. لا هذا بزيت البيت، ومثل ما قلت لك البيت يعني عم نحكي 200 متر 230 متر يعني منه كثير على دو نيفو. هلا اوكي 200 متر على نيفو واحد حلو بينفرش، بس على دو نيفو بده اتس كريتيكال، يعني بدنا نعرف كيف نعملهم وكيف نستفيد من كل الاسباسات ويضلوا شرح ضلوا مريح للنظر وللقعده كمان. صحيح هنادي، قديش مهم كمان انه تقعدوا مع الشخص تعرفوا طبيعه عمله طبعا شخصيته، اهم شيء تعملوا له مثل نوع من دراسه، اهم شيء دراسه نفسيه ضروري. يعني تعي فكري، وخصوصا مثلا هو الجماعه بهيدا البيت عم ينقلوا من بيت لبيت، فنحن شفنا بيتهم القديم اوكي، شفنا كيف كانوا عايشين، وصرنا نسالهم شو الاشياء اللي بحبوها بعد ياخذوها معهم، بخلوها ما بخلوها، في قصص ايه باخذها معي وفي قصص لا هي ما بدي اياها. فمن هالقعدات اللي بنقعدها سوا بنطلع نحن لحالنا مثل ملخص عن المود يلي بده يعيش فيه. لانه يعني في مرات خلص بتعيشي بمرات بالوان وهيك بعدين بتقولي لا خلص بطل بدي ايه، فهيدي الفيز بيقطعوا فيها كثير العالم تقريبا، ونحن هون شغلتنا، هون شغلتنا كيف نمشي بين النقط فنطلع النتيجه المطلوبه. صح، بعدين بيت الاحلام كل واحد بيحلم فيه، يعني مش بيت كل يوم بدك تغيريه، مزبوط بدك تعيشي فيه لسنين طويله طويله. صحيح هون التشالنج او هون التحدي، يعني انك تكوني قاعده ومرتاحه كل هالسنوات. اوكي بنكفي بالصور. هلا نحن هون بدنا نبلش نشوف هذا بيت ثاني كمان كيف نحن بنشتغل الانتيريور. نحن اليوم عم نحكي كيف المنتس بيشتغل الانتيريور لانه حبينا نضوي على ديزاين ديبارتمنت تبعنا، لانه نحن من بعد الديزاين بننفذ عنا اوكي، بس الناس كلها بتجي لعنا قبل بوقت، يعني مثلا انت بدك تنقل على بيتك بعد سنه كثير منيح تجي لعنا هلا فنشتغل كل هيدول المراحل سوا مشان بعد سنه وقتها تستلمي نكون بالنا بالاخر بالتاتش الصغيره اللي هي الاكسسوارز اللي بنوصل عليها. صح، اللي هي بتعمل الديفرنس اكيد بتعمل هيك بصمه تاتش مميزه. صح، هون يمكن البيت اكبر المساحه حسب ما بين ولا لا؟ ما كثير اكبر، وكمان هون دو نيفو، هون الاسباس احلى بشغله انه اوبن اكثر على بعضه، يعني حتى بالصوره اللي قبل مثلا بنشوف الدرج كيف فاتح وكيف مبين عم يستقبلنا. صح، سو هون بتشوفي البرسبكتيف اوسع على الانترنس، هون بقى بنحكي اسباس مريح اكثر. اوكي، مع انه الامطار نفسها تقريبا، بس هي هون كمان كيف الاركيتكت مقسم لتسي البنايه او الكومباوند والتقسيم، يعني الهندسه او النظره الهندسيه عم بتحاولوا تستفيدوا من اي كورنر بالبيت ضروري، يعني يكون كمان براكتيكال لانه مساحه منا كثير كبيره. مزبوط، بس مرات كثير في ناس بتفكر انه انا عندي هون مثلا فاضي شو بحط فيها، لا مرات ما لازم نحط شيء، لازم نخليها فاضيه لنضلنا نتنفس. عرفتي؟ فهيدي القصه في كثير اوقات وقت نكون قاعدين مع الكلاينتس تبعنا ونبلش نشتغل نحن وياه هون، بنبلش خبرهم اياها شوي شوي، بعدين بس نوصل على نتيجه سوا بيعرفوا انه لا نحن عملنا بالانس. صح، بالانس بالسبيس، بالانس بالسبيس وبالمفروشات وبالاكسسوار كمان. اكيد يلي لفت لنا نظرنا نحن وعم نتابع هالصور يلي مرقوا قدامنا، وهيدا الشيء بتركزوا عليه كثير. اكيد، لانه نحن عندنا لاين كثير كبير بالاكسسوارز، يعني نحن مقصودين كمان مشان الاكسسوارز، وعندنا من كل الاذواق، يعني ما فينا نقول لانه مثل ما المنتس بيصنع كلاسيك ومودرن ومينيمال بنصنع كل شيء لانه بنشتغل ديزاين، فنفس الشيء بالاكسسوارز عندنا من كل الاذواق،
وهلا مثلا الكادويات هلا فتره نوال موسم الاعياد ما في احلى من الاكسسوار هيك والصور يلي عم يقطعوا مثلا هن ايدياز لجيفتس معقوله تاخذيها على نوال. عاده الجيفت على نوال بتفكري فيها مثلا انا بدي اخذ لتسي هلا الصوره اللي مبينه معنا هي عن الاكيليبر عن البالانس. طيب عالي يعني هيدي فيها تروح لمحامي لقاضي ل... يعني لمكتب ل... فيها كاركتير فيها فكره. نفس الشيء هون مثلا المارشال ارتس الناس اللي بتعمل مارشال ارتس كمان عندنا ستاتيوز تاخذ كادو بتكون شوي بيرسونال اكثر من ما انه ناخذ كادو بعدين نقول اوكي فيهم يبدلوا. لا بالعكس عندنا لكل حدا تقريبا لكل شخص لكل مجال تارجت عندنا لكل حدا تناسبه هديه تناسبه حمستينا يعني هنادي صار بدنا نروح نشتري كادويتنا ومعاييرهم خلص انا بعد عندي العصافير بتتذكريهم قديم هدول مش معقول هدول كثير كثير حلوين كانوا وهن اخذوا كثير يتعلقوا اي بيتعلقوا مزبوط كثير بعقدوا ثانك يو هنا على الجوله اللي عملناها سوا اليوم وان شاء الله بنعاد عليك يا وعليك ثانك يو ثانك يو ميرسي بوكو. مشاهدينا فاصل اعلاني وبنرجع نتابع بقيه فقراتنا خليكم معنا. تابعت ببيروت وعدت حقائق ووقائع رح نحكي معه مع الحقوقي زياد نعماني. اهلا وسهلا فيك زياد. مساء الخير. اهلا وسهلا. كيف كانت هالقعده جوا؟ تبعتنا ولا زهقت ولا ماشي الحال؟ ولا مره بزهق. مرقت ايه يا ميت. اهلا وسهلا. وكمان بنرحب باللايف كوتش ميرنا بارودي. اهلا وسهلا فيك ميرنا. اهلا فيك ميرنا. رح نحكي عن الصداقه بما انه هلا عم نودع سنه ونستقبل سنه قديش لازم نرجع نعيد النظر بصداقاتنا. هي إعادة النظر كل آخر سنة بنعملها كلنا تقريبا. صح. مش بس بعلاقاتنا كصداقة بعلاقاتنا كمان الحميمية بعلاقتنا بالشغل بكيف بدها تكون حياتنا بالسنة الجديدة وإجمالا بناخد قرارات New Year's Resolution exactly. أوقات بننفذها أوقات ما بننفذها بس still يعني كلنا بنعمل نجرب نعمل جهد إنه ناخد قرارات واكيد في منهم بيتعلقوا بصداقاتنا، هل نحن كان عندنا الاصدقاء اللي نحن بحاجه لهم او هل كنا نحن الاصدقاء يلي منتظرين نكونهم؟ واكيد بنشوف حسب شو مر التجارب معنا خلال السنه بنقرر اذا رح ندخل بالتفصيل بهالموضوع طبعا. ولكن قبل زميلتنا كارولين سركيس سالت الناس يلي موجوده بالطريق كم صديق عندهم؟ خلينا نشوف شو كان جوابهم وبنرجع بنتابع. من المعروف أن الصديق الحقيقي يصعب إيجاده، والصداقة هي من أثمن ما يملكه أي إنسان، فقد أظهرت بعض الدراسات أن المعزولين اجتماعياً هم أكثر عرضة بمقدار الضعف للوفاة بسبب أمراض القلب، وإن العلاقات الاجتماعية تدعم المناعة وتقلل التوتر. ولكن السؤال الذي نطرحه اليوم هو كم من الأصدقاء تحتاج وكم من الأصدقاء تملك؟ أيبع إذا بدنا نقول أصدقاء أوفياء كتير 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 هو اللي دلوا من الجامعة اللي بيسأل عنك اللي بيهتم. تعرفت عليهم بالشغل بالجامعة على الطريق كتير عندي كم وحدة ما في عند اللي كياهم. بنحكي ستة من أيام المدرسة من الطفولة وفي عندي شيء اثنين قراب ثلاثة من أيام الجامعة. إنه من المدرسة جامعة شغل. في أشياء هيك باند بكون كتير قوي وبكمل معك طفولة بتبلش أنت وصغيرة بتكمل معك على الآخر. في كتير أصدقاء بس في يعني بتصنفيهم كل صديقة هي إلى شيء يعني. هلا في فريندز كثير بس الكلوز كلوز في من ايام المدرسه في من الجامعه. الفكره انه تقدري تختاري الاصدقاء اللي عن جد بتقدري تعتمدي عليهم هن اصدقاء. كرفقه كلوز شيء اثنين. هلا ديبيندز شو قصدي برفقه في كلوز فريندز في بيست فريندز. اتس بيست على الميوتشوال ستاف اللي بيناتهم واذا بترتاحينهم او لا. سو اتس نوت باي ذا كوانتيتي. اليوم بعد تحول الفيسبوك الى ظاهره اجتماعيه هو ووسائل التواصل الاجتماعي الاخرى
تم لفت الأنظار إلى موضوع عدد الأصدقاء. ولكن ما هو الفرق بين الصديق الحقيقي والصديق الذي يشكل مجرد إضافة عدد فقط؟ هذا هو موضوعنا لليوم، فتابعونا. يعني مثل ما شفنا بالتقرير، في ناس قالت انه حسب شو مفهوم الصديق، في ناس أربعة. يعني خلينا نحكي شوي شو يعني صديق. الصديق كمفهوم هو الشخص يلي منشوفه دايما باستمرار، بنقدر نرتاح معه، مطمئن له، في محبة، في ثقة متبادلة، محبة وثقة متبادلة، فينا نحكي شو ما بدنا، ما بيعمل ججمان علينا، ما بيلومنا، بتفهمنا، فينا نضحك معه، فينا نبكي معه، بفهمنا على الطاير. هي الصداقة، واكيد لازم يكون في تبادل. يعني مثل ما انا برتاح مع صديقي، هو لازم يكون بيرتاح معي، مثل ما هو بيتسمع لي انا كمان بدي اتسمع له. فهذا هو مفهوم الصديق الكلوز. يعني هلا بيجي عندنا بيصير فيك تبعد السيركل، يعني بتصير رفقه، هوليك بتصير رفقه شوي. بيصير عندك معارف، بيصير عندك ناس بتصادفيهم من وقت لوقت، عندك كمان اصحاب الشغل. بس مفهوم الصديق لازم يكون صار لك فتره بتعرفيه، يعني سنين، هلا تتربى الثقه، تتربى المحبه، ايه لازم يكون في شويه وقت. اجمالا اقرب اصدقاء لنا بيكونوا من ايام المدرسه، طفوله كمان، يلي ربينا معهم، كبرنا معهم، يلي عمال كمان يكون عندنا ذات الفاليوز. بس قليل تلاقي هول الاشخاص بعدهم موجودين مرنا بحياتنا، الاشخاص يلي ربينا نحن وياهم، كل واحد صار عنده شغله، ناس موجوده هون، ناس يعني قليل جدا تنقدر نلاقي هيدا الصديق. مزبوط، هلا بضل في تواصل، بس اكيد مش مثل الناس يلي بتشوفيهم باستمرار، يعني باستمرار ما ضروري كل يوم، خاصه لما الواحد يكبر بصير عنده ظروف اجتماعيه اكثر، بصير عنده شغل، بصير عنده اولاد، ما بيقعد يشوف اصحابه قد ما كان يشوفهم قبل. يمكن هون كمان رح نوصل لانه بقل عدد الاصحاب، لانه وقت تشوفي اقل اصحابك ما بيقعد في هاللحمه الموجوده بيناتكم، ما بيقعد في هيك الفهم دغري، ما بتقعدوا عمال تتقاسموا تجارب الحياة سوا. بس اجمالا هو الصديق يلي بيكون عم بتشوفيه دايما، مش بس انك تقضي وقت، كمان الخبرة بالحياة، التجارب بالحياة بتخليك تغرب الكثير من اصدقائك وتتركي يمكن صديق واحد. ما هي تجاربك انت وياهم كمان، قديش كان صديق وفي لإلك، وقديش كنت انت صديقة وفية لإله، قديش كان عم بيتسمع لك وقت انت بحاجة لإله، وقديش انت تسمعتي له لما كان هو بحاجة لإلك. ها هي الصداقة. أصدقاء ليل الأوفية للصراحة، للأسف يعني. صح؟ يعني حسب تجارب. مشان هيك إذا الواحد صار عنده تجارب ما هيك مش مرضية كثير، صديق واحد أو صديقين كفي. يعني العدد منه، يعني منه شيء أساسي، لأنه أيوة قديش ترتاحي مع حدا. ونقال حلو شيء كثير حلو بالريبورتاج، إنه اللي عنده أصدقاء وعلاقات اجتماعية صحته بتكون احسن، الويلنس تبعيته بتكون مرتاح اكثر، يعني ما بيكون عرضه كل شوي عم بيشكي لصديقه بدل ما حب بقلبه. لا بعدين التبادل عم بصحته. لا هيك الصديق مش دائما انت بدك تفشفشي وتفضفضي له، لا هو كمان بده يعرف يعمل يعني شيء معك، شيء متبادل. بس هي بتفضفض والحكي وشوفة الناس بتعطيك بوزيتيفيتي بالحياه، بتخفف الستريس وبتعطيك ريلاكس. طيب زياد كم صديق عندك؟ لا عندي اصدقاء كثير انا. كثير؟ ايه كثير. من ايام المدرسه ولا كيف؟ اصدقاء اللي انا كثير، خلينا نقول انه اصدقاء هن الاشخاص القريبين جدا، هن كثار ومن فتره طويله. هلا في اشخاص من ايام المدرسه بعدنا بنتواصل معهم، هو بيصيروا مثل معارف واكوينتنسز اكثر، بس الاصدقاء القراب هن انا بعتبر انه عندي كثير اصدقاء وبوثق فيهم. اهم شيء يعني عامل ثقه وعامل الشعور انه انت فيكي تحكي للشخص شو ما كان، واهم شيء الجادجمنت، يعني ما يحكم عليك. بس يعني عندك اكثر من صديق يعني عندي مقرب؟ من صديق. نعم عندي منيح، شيء خمسه سته. خمسة ستة اوكي اتس اوكي. لا خمسة ستة عم بيقول، لا انا خمسة ستة كثير منيح. منيح انا اعتبرت انه بدي اقول انه بكون عندي صديق، بس بكون عنده صديق زياد مجوز؟ لا بعد كمان بتفرق حسب قد عندك وقت تقضيه مع اصدقائك. ما هو حتى بس يعني تتزوجي لازم تلاقي وقت لاصدقائك، يعني الحياة ما لازم تختلف. بس مثل ما قلتي بصير في تغربل، ما بخلي انه بس هالقراب منك اللي عم تشوفيهم اكثر او يلي انت في محبة وثقة بيناتكم
اقوى بيضلوا. طب في اشخاص بتلتقي فيهم على السريع بيصير فيها الكليك، بتحس انك هالشخص بتعرفيه من زمان، وياما قلناها لاشخاص بحياتنا انه مش معقول شو ارتحت لك او شو ارتحت لك، بتفضفضي اسرارك، هيدي فينا نعتبرها صداقة حقيقية بيناتنا؟ هي الصداقة الحقيقية يعني بتنبنى. أول مرة حكيتي شيء جاوبت معك، حسيتي إنه حفظت لك سريك، كمان هي فتحت لك قلبها، كمان فتحت لك قلبها دونك أمنت لك، أكيد فيها تصير. ما هي الصداقة كل حياتنا فينا. بس هون بعد ما حكيتي للشخص يعني. بلا قلت لك إذا قالت لك شيء هي كمان فتحت قلبها، بتفكري انه خلص هي عم تعطيك ثقه يعني لتنبنى عليها الثقه. الثقه والمحبه كثير مهمه، واكيد لهالفهم على الطاير وال رح نتابع بحديثنا، ولكن اسمحي لي بس ودع كل اللي عم تابعونا عبر شاشه روتانا خليجيه، ندعيكم تتابعوا بقيه حلقتنا عبر شاشه ال بي سي، واكيد بنكون سعيدين جدا. اوكي، لكن وين كنا؟ زياد كان عم بيعلق كمان. كنت اقول انه على قصه لما يكون في كليك بينك وبين شخص بتحسي انه هالشخص كثير قريب عليك، او مجرد ما انت هلا بعدك متعرف عليه، هيدا انه ارضيه فينا نبني عليها صداقات، وبعتقد كثير بتنجح، لانه سبحان الله الانسان بيعرف اذا هذا الشخص بيرتاح له من اول نهار او ما بيقدر. بس مش بالضروره يكون كمان وجهه نظره مضبوطه، لانه ياما مرات بتفكر انه هذا الشخص عن جد صديق، مع الايام وبس تحتك فيه مضبوط بعد وقت كثير كبير بيرجع منه صديق. بالفعل يعني هي التجارب يلي بتثبت انه هذا كان صديق فعلا. اي ولا لا؟ طب اصدقائك لازم تختاريهم بيشبهوك، عندهم نفس القيم نفس المبادئ، ولا ممكن يكون ديفرنت او مختلفين نحن عن بعض؟ ليك القيم كثير مهمه بكل العلاقات، يعني اذا كنت بتكوني عم تشتغلي بشركه ومبسوطه فيها، مبسوطه بشغلي كمان، بتكوني عمال تتشاركي مع هالشركه ذات القيم. القيم هي شيء بنبني عليه حياتنا، ما فيك تكوني انت عندي قيمه مثلا النزاهه وتتعاملي مع حدا تكوني اصحاب مع حدا ما عنده هاي القيمه بحياته. بقى هاي بلا القيم كثير مهمه، الاطباع ما ضروري تكون، ياما بنشوف اصحاب حدا بيكون رايق كثير والاصحاب يلي والثاني مهيبر بالعكس، يمكن هدول ال opposite attract سو بيتقربوا من بعضهم لانه بيحسوا انه بيكملوا بعضهم، يلي انا بحاجه له صديقتي بتعطيني اياه، يلي انا هي بحاجه له انا بعطيها اياه، فبالعكس ما ضروري. بس لا فاليوز انا برايي كثير مهمين لبناء علاقه مضبوطه بصداقتنا. لازم نخلي اشياء لحالنا، مش كمان لازم نكون كل شيء نقول لهالصديق، صح؟ هلا قصه الفضفضه هي حاجه اوكي، اوقات انت بتحسي بيوصلوا لهون بدك تطلعيهم بيعلقوا. في عالم بيقول انه المالادي، كلمه مالادي جاي من مالادي، يعني شيء ما طلع منك وبقي بجسمك وخنقك، بقى بدك تفضفضي. مالادي نحن بالكوتشنج بننصح اوقات يكتبوا في اشياء ما بيقدروا يقولوها، بننصحهم يكتبوا. فالصديق هو كمان لا حدا بتفضفضي له، هلا انت بتقرري اذا هالشيء بينقال ما بضايقك او بسر لازم تكتبي، ما بتقولي ما بيأذي يعني بركي. ايه بقى بس اجمالا بس بلا الامور الشخصيه العائليه شو الصداقه بالنهايه؟ هلا ما ضروري تكون انه رح يعطيك النصيحه اللي هي لازم تمشي عليها، بس اتليست تكون سمعتي حالك عم تحكي انت وياه، طلعتيهم رقتي شوي تقدري تفكري احسن. زياد ليش انت زياد شو لا اشخاص محددين؟ بتحكي كل شيء. ما كثير بحكي انا، انا طبعي ما كثير بحكي، بس في اشخاص محددين انه ممكن لنشوف اذا في فرق بين الرجال وبين المراه، لانه بحس من الاصعب على الرجل انه يحكي لاصحابه، من انه يعني لازم يكون الثقه كثير، يعني يكون يعني في كثير ثقه بالموضوع، وخصوصي بمواضيع يعني حياتنا اليوميه بيكون الانسان بفضل انه ما يخبي حدا مع نفسه ايام واحد ما بيحكيها يعني، فلازم يكون الشخص كثير قريب والثقه كثير تكون غميقه يعني او عميقه. صار ظرف معين، مشكله معينه، يعني اليوم الاخت واختها بيتخانقوا، بيصير في مشاكل، ولكن عم نحكي يمكن عن ظروف او عن مشاكل مؤذيه نوعا ما، هل لازم نسامح الصديق اذا كان في خبز وملح بيننا وبينه، عشة عمر، سنين طويلة بنعرف بعض، ولا لا؟ التسامح حسب كل واحد هو شيء داخلي جدا. التسامح هي نعمة أنا بقول، هلا الواحد ما يكون بالمرة يعني إنه بس التسامح هي نعمة، لأنه لما ما تسامحي حدا أنت بضل الحقد بقلبك، بضل الأسف بجواتك وبيأذيكي. فيك تسامحي تقولي انا هذا الشخص خلص سامحته، ما بقى عندي شيء ضده، بس بدي احطه على جنب، ما بقى بدي اتعاطى معه بحياتي كلها. بس ما معناتها انه انا قبلت انه يرجع هالشخص
بحياتي او ارجع افتح له قلبي مثل ما كنت عم بعمل قبل. بس انا بلاقي التسامح نعمه الواحد لازم يتحلى فيها لانه بتريحه لقلبه. بس رح ترجع توثقي فيه؟ لا ما عم بقول لك فيني حتى خلص هي يمكن لازم تظهري من حياتك ما ترجع تحطي هيدي اللي حكينا عنه بس بالغربله وبالنيو ييرز ريزولوشن انه هذا الشخص ما كان شخص مفيد بحياتي او بالعكس اذاني او صار شيء ما حلو بيناتنا خلص خليه على جنب بس انا بنسى هالموضوع وبسامح. اوكي لو خلص لكن مسامحه بنسجل منسجل على ورقه وقلم ونعيد النظر بصدقه بكم نشوف مين بنخليه على جنب مين بنخليه موجود معنا. عملي هيك مين بنشيل؟ لا مين بنشيل؟ اوكي لا مين بنشيل؟ نكب الزباله بالورقه بناخذ الورقه ونكبها. اوكي تمام. طيب زياد بنروح لعندك اليوم كمان نحن مثل ما قلنا ايام قليله بتفصلنا عن السنه الجديده صار في كثير احداث ممكن تكون شوي هيك شخشبتنا ب 2015 ناس توقفت عندها ورح نقوم بجوله نحن وياك بشو رح نبلش اول شيء هلا اليوم غير كل مره قبل كنا عم نجيب مواضيع شوي فيها قانون وقضايا ودعاوى هالمره بما انه هلا بلشت عطله راس السنه والميلاد ف عم نعطل عن القانون خلينا ناخذ بريك جبنا شويه امور غريبه او ارقام صارت واحداث صارت خلال هالسنه بال 2015 خلينا نعرضها هيك ونشوف شو صار معنا بهالسنه اللي قطعت يلا نرجع نتذكر منبلش باول خبر بانجيلا ميركل اللي هي تشانسلر بالمانيا يعني اذا بدك مثل رئيسه الوزراء بالمانيا انتخبت شخصيه العام 2015 انجيلا ميركل هي عندها باك جراوند علميه يعني هي دارسه الكيمياء باحثه بالكيمياء وتبوأت منصب تشانسلر لالمانيا من زمن طويل بقى انتخابها كسيده شخصيه العام هو شيء امر كثير مهم هي عمرها اليوم 61 سنه شيء كثير حلو انه امراه على عرش اذا بدك اقوى دوله باوروبا اليوم ويمكن بالعالم اقتصاديا اللي هي ألمانيا فأكيد منهني أنجيلا ميركل على انتخابها شخصية العام كأفضل شخصية أو شخصية العام بس هو حكينا قديش هي متواضعة وقريبة من الناس يعني وعاشت ببيت كثير خصوصا مع الأحداث اليوم اللي وضع. عم تتطلب مواقف إنسانية عم تكون سباقة بهالمواضيع ولمرأة كمان تتبوأ هيك منصب أو هيك شيء صعب شيء كثير صعب. أوكي كمان ننتقل اليوم بأوكسفورد نقوا أو حاولوا يشوفوا شو أكثر كلمة استخدمت بالعام 2015 شو برأيكم؟ شو برأيكم أكثر كلمة؟ هي منا كلمة هي ايموجي هي اللي بنستعملهم بالرسائل على الواتساب على السوشيال ميديا على الانترنت وهي الايموجي اللي عم نشوفها هلا على الصوره هي اكثر شيء استخدمها الناس وانا كثير انبسطت انه بتعبر عن فرح يعني بظل كل هالمأساة اللي عم نقطع فيها بالعام 2015 منيح بعد الناس عم تستخدم هالايموجي افتكر اللبنانيه اللي اخذوا هالشيء لانه بكل موقف لبنانيه متفائلين متفائلين بياخذوها الشغله على مزح على مزح بنطلع نكت على كل على مزح والله هيدي منيحه اوكي كثير منيح الشخص الاقوى بالعالم مين كمان رجل سياسي طلع وهو فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين هو رئيس روسيا فلاديمير بوتين عمره 63 سنه وصار قاطع ثلاث دورات رئاسيه بروسيا واليوم بوضعنا الاقليمي بالبلد بالعالم ففلاديمير بوتين انتخب اقوى رجل بالعالم اليوم ف نتمنى انه تكون هالقوه لاستعمالها لنحل السلام بكل هالعالم ان شاء الله وما تكون قوه عنيفه يعني الاقوى رجل بالعالم فيه يكون بالسلام كمان ايضا اكيد حننتقل على موضوع اخر اللي هو مين اكثر سيلبرتي او احد المشاهير المتوفي اللي حصل على التوب جروسنج يعني اكثر مبالغ ماديه بعد وفاته مين بعد ما مات نعم هو مايكل جاكسون تخيل ايه مايكل جاكسون مايكل جاكسون توفى بال 2009 ايه والجروس لهالسنه عامل 115 مليون دولار ارباح من عائدات اكيد الميوزك اللي عاملها او الشركات اللي عنده اياها كانتاج موسيقى فهو التوب جروسنج
للمصاري بال 2015 للسيلبرتيز المتوفيه. اوكي. حاله خاصه مايكل. ايه اكيد ما بتنتهي يعني، انا برايي ما بتنتهي بالفعل. مستمر مثل ألفيس، مثل طبعا السيلبرتيز او النجوم يلي توفوا. هلا السيلبرتيز العايشين او الفيمس بيبل اللي عم يعملوا توب جروسنج كمان بالمصاري، مين هو؟ ملاكم فلويد عائلته مايوذر. لا ما نصح. فلويد مايوذر هو ملاكم عمل هالسنه 300 مليون دولار، وعلى وهو ازاح تايجر وودز. يعني تايجر وودز كان محتل هالعرش انه بخصوصي بالاثليتس. تايجر وودز اللي بيلعب جولف كان دائما يكون عنده توب كروسنج بالمصاري، دائما يجيب مصاري كثير، انه اكيد من اندورسمنتس من سبونسرز. بس انا عندي معلومه غلط، في حدا مطلع اكثر منه بالمشاهير. مين؟ بلال العربي. هاي اشاعات، اشاعات عم تستغل ببلال، هاي اشاعات ما بعرف هلا اذا لكن انا حابعت هلا بركي نصلح هالمعلومات. بليز صلح المعلومات غلط اذا بتعمل معروف. والرقم قديش بس؟ 400 مليون بالسنه. 5 بعيون الحسين. فكان هو النجم الاعلى اجر بال 2015 ب 300 مليون دولار. ف يعني يمكن في يشتري البيت اللي شفناه طبعا اللي شفناه تبع الوي 14. حننتقل على جايب ست اشياء انكسر فيها ارقام قياسيه هالسنه. اوكي. بالجينيس بوك ريكورد بوك. فعنا الاطول بقره. الطول؟ ايه؟ لا بالطول. بنشوفها. اطول بقره اسمها بلوسوم، حرام توفت بلوسوم هلا. بس كان طولها بيوصل تقريبا للمترين. بس تحكي مثلا على شو الافرج؟ متر و90. في حجم شوف المرأة قدامها. بك هي قصير. لا هي طويله المدام. بس البقره كثير طويله. مش مترين اكيد، يعني انه مترين عم تتخيل البقره، انا بعتقد مش اكثر من متر و20 يعني. صح. شو مطعمينها يعني؟ شو هي كمان؟ هي كانت هيدي البقره بلوسوم، هي كانت لوالدها للمدام المصوره. نعم. للاسف توفى والدها، كان اكيد دائما يقول لها انه يا عمي بلوسوم كثير كبيره وكثير ضخمه، فاشتغلت على الموضوع وشافت بالورد ريكورد وتمكنت بلوسوم انه تكسر الرقم القياسي بمتر و90. متر و90 سنتي ورقمها كمان. بلوسوم اصلا كمان بالارقام الارنب صاحب اطول فير. إيه؟ اللي عنده اطول وبر. هي في مدام صينيه باتي تشو اسمها، هي بتربي هدول النوع من الارانب. شو دجاجه ارنب بيوصل 36 سنتيمتر طول الفير تبعه. 36 سنتي يعني يمكن ما بعرف، انا اكيد اطول من شعراتي. اي هذا اكيد اطول من شعراتي. المرأة الصينية عندها اياه باتي تشو، هي بتربيهم. هي عندها مثل اي نوع معين، هو اسمها فرانشيسكا هيدا الارنب. اها بلوسوم وفرانشيسكا. بلوسوم. ايه هلا جايب كمان اسرع زلحفه. اسرع زلحفه. ايه اسرع زلحفه كثير بطيئه. بس هاي الزلحفه كثير سريعه، انا شفت فيديو وهي الزلحفه اسمها باتي. باتي كثير سريعه لدرجه عن جد لما شفت الفيديو تفاجات، فكرت انه عم بيعملوا انه سبيدنج فاست فورورد للفيديو او شيء. الكل اللي بحب يشوف باتي قد ايه سرعتها في يفوت على الانترنت ويشوف، واكيد كسرت الرقم القياسي. هلا الرقم عم بيعمل 0.6 مايل بالساعه. يعني ما بعرف بس بالنسبه للزلاحف هي هو شيء كثير سريع عن جد، وشكلها غريب على فكره. ايه نقشتها وهيك نقشتها يعني نقشتها غريبه. مش معقول عن جد. بليز عن جد اللي بحب يفوت يشوف يشوف على اليوتيوب قديش سريعه، انا تفاجأت فيها. اوكي شو عندنا نكست؟ عندنا التولست كابل، يعني في كابلز بنجمع طولهم مع بعض بيطلعوا هن اطول كابل بالعالم. هن من الصين. ايه واكيد بيلعبوا دير اثليتس، يعني بيلعبوا رياضه. مينغ مينغ هو الشاب بيلعب باسكت بول، وطوله لمينغ مينغ مترين و36 سنتيمتر. ما شاء الله. وصديقته او مدامته زويان زويان طولها متر و87، فبيطلع التوتل متر و87 وبيطلع التوتل تمام 4 امتار و23 سنتيمتر. اخر فهن هول اطول تبع كل الصينيه، حرام لانه هن الصينيه صار اخذ لهم كل طولهم هو.
مبروك انه طلعوا ذا تولست كابل بالعالم. اوكي. في عنا البيجست فيت، يعني من اطول شخص لاكبر شخص عنده اكبر قدمين ولدرجه حرام تعذب كثير بطفولته، كانوا بالمدرسه كثير يزنخوا عليه، يعني هو اكيد منهم اصدقاء يعني صبوكين. تعرض للتنمير. اوكي. وكان يضطروا يجيبوا له احذيه كاستم ميد يعني مصنعه خصيصا له من المانيا، لانه أوكي. تقريبا يعني حتى ما في رقم حذاء اقدر نوصف لكم قد ايه حجم اجره 40 سنتيمتر 40 سنتي يعني قديش يعني 50 56 لازم يلبس يعني 61 61 مثل ما في فعم يضطروا يوصلوا على حذاء. في عنا بامريكا بالينوي الجاموس الامريكاني اللي عنده اطول هورنز اللي هن القرون بيوصل عرضهم 3 امتار. واو يا ماما. اذا بنشوف بالصوره انا ما بعرف كيف بده يقدر يفوت مثلا بقلب البارن يمكن او الحظيره كيف بده بقلب الحظيره يعني اذا ثلاث امتار عرضها يعني فكمان ربحت كسرت الرقم القياسي عجيبه او لك عنده اصحاب انا بقول ما عنده اصحاب حتى لانه ضرب من قفص بيجي بغير ولايه. ننتقل من جينيس وورلد ريكورد بوك اللي قطعنا عليهم بال 2015 وانكسر الارقام. ناسا كان من اهم بال 2015 اهم خبر ناسا اليوم انه اكتشفوا مياه او ليكويد على سطح المريخ، وهيدا امر كثير مهم حكيتوا عن الموضوع وهيدا بيعني انه على الارجح حياه لانه المي هي دائما مفتاح الحياه، كانوا حتى بالمصريين الفراعنه كانوا يقولوا النيل هو مفتاح الحياه، فما حدا بيعرف يعني يمكن شو مخبي لنا بال طلع على المريخ نطلع يمكن نلاقي اصدقاء صادقين بالمريخ ممكن تلاقي صديق صدوق خلوق معقول بالمريخ ممكن وختامها شوي حزينه خلينا ناخذ باخر خبر هو اليوم هالسنه شو خسرنا من فنانينا العظماء بالعالم العربي كانت وفاه نور الشريف وعمر الشريف وفاتن حمامه اكيد ان غيرونا ولكن اعمالهم الرائعه بتبقى حاضره بذكرانا تركوا ارث فني عظيم بالفعل جدا. شو خلصت الجولة؟ هيدي كانت الأخبار سريعة بس حلوة بس حلوة نعمل هيدي الجولة على 2015 وإن شاء الله بال 2016 بتلاقوا أصدقاء صديق واحد بكفي يوفي عن جد صديق واحد أحسن من ألف صديق نعرف نختار أصدقائنا مش هيك لتكون عندك صديق وفي لازم تكوني صديقة وفية حلو تو هاف أ فريند You must be a friend. أكيد. شكرا لك ميرنا أهلا وسهلا فيك. زياد شكرا لحضورك معنا ونشوفك الأسبوع الجاي إذا الله راد. أما هلا فاصل علينا وبعد البريك بطاقات معيدة غريبة ومميزة جدا نتعرف أكثر عليها بعد الفاصل. متابعة ببيروت وضيفتنا هي مثال لأهمية تحفيز المرأة بالمجتمع بأي مشروع كان ميريال مقوم صاحبة فكرة موكاغراف ديزاين يلي فازت بجائزة بريليانت لبنيز أورد عن فئة بيبلز تشويس أكيد المزيد من التفاصيل وبنرجع نحكي أكثر عن الفكرة وكيف انطلقت فيها معك ميريال أهلا وسهلا ميرسي شو أخبارك؟ كثير منيحة دايما هيك بنلتقي ونكون سوا صح ميريال أول شيء بقول لك ألف مبروك نحن يعني أنا كنت متوقعة إنه الفكرة لازم تلاقي نجاح بمحل معين ميرسي. بس أنت كنت هيك حاطة صورة ببالك توصلي لهالمحل تفوزي بهيك جائزة؟ يعني أول شيء إنه نحن تنقينا نحن كنا 12 فاينالستس بالبريليانت ليبانيز أوردز وإنه نوصل نكون فيناليست ديجا هذا الشيء كان كثير مفاجئ مفاجئ وكان شيء كثير حلو بالنسبة لإلنا فديجا هيدي الخطوة كانت منيحة وهلا الزيادة إنه ربحت بيبلز تشويس أورد هذا كان شيء بعد كثير فرحنا لانه خاصه انه مثل ما الاسم بيقول يعني هو من كان الجمهور. من الجمهور الفوتينج صار من الجمهور وطلع لي اكبر طب خبرينا شوي اجواء الحفل كيف كانت المنافسه كان في حدا غيرك يمكن نفس الفكره او لا ما بتشبهوا بعض هلا هو البريليانت ليبانيز اوردز هي كومبيتيشن
بتنعمل سنويا، هيدي رابع سنة بتنظمها بي اس سي بنك، بناء من خلالها 12 شركة من لبنان، كل شركة عندها اختصاص معين. أوكي. ستة منهم بيتبارو على Business of the Year، وستة بيتنافسوا، ستة هن Women بيتنافسوا على Women Entrepreneur of the Year. فكل حدا من دومين معين، هيدا الحلو يعني، كان في كل واحد عنده background معين، عنده product معين، عنده فكرة معينة. فكانت يعني كان اذا بدك المستوى حلو والكومبيتيشن حلو، يعني كان في هيك اجواء من التحدي بين بعض، وكلكم نساء، وهذا الشيء بيشجع بالكاتيجوري تبعي. صح. طب مريال خبرينا شوي، يمكن تصويت الجمهور اكيد راح لك لانه فزتي بالجائزه، ولكن حسيت بمحل معين انه لا ما راح اوصل لهالمرتبه الاولى؟ هلا هو التصويت بلش، هي الحفله كانت بديسمبر، التصويت بلش من قبل، من اكتوبر، يعني كان عندنا شهرين نجرب قد ما فينا نعمل كامبين حلوه عن البرودكت تبعنا، نعرف العالم عن البريليانت لبنيز اووردز، ومن خلالها نعرف العالم على شغلكم، شغلنا، عن فكرتنا البرودكت. فيعني انا جربت اي ديد ماي بيست، يعني جربت قد ما فيي اعمل بروموشن، احكي العالم، اطلب منهم يصوتوا لي، اعرفهم على البرودكت، اعرفهم على البريليانت لبنيز اووردز. يعني هي كمان فيها جهد بيرسونيل، يعني كمان في اقول قصه التصويت، لانه بديك قد ما فيك تعملي كامبين. صح، مجهود شخصي. صح. كمان. طب للمشاهدين اللي عم بيتابعونا لاول مره، نرجع نحكي شوي عن الفكره cards. عن ميكاغراف ديزاين. اوكي، ميكاغراف جريتنج كاردز هن بطاقات معايده استعملت فيهم الطريقه اللي نحن بنحكي فيها، بنكتب فيها، بنعيد بعضنا فيها. فاذا بدي كن شوي على اللبناني، يعني فيها كثير روح اللبنانيه، فيها اور اون واي اوف كوميونيكيشن، كيف نحن بنحكي. فهيدا هو الكونسبت، يعني مثل هيك تعابير مثلا، كل شيء، عقبال المية، هابي بيرثدي حبيبي، نو شو بحبك، مرسي كثير باص مثلا، ايه مرسي كثير باص. في لك كل، في كل الكاتيجوريز، كل الثيمز، وفي كمان لكل يعني كذا ممبر، يعني كذا شخص من العائله، تيتا، داد، مام، يعني لكل الاشخاص. صح. كمان بمختلف المجالات. صح. ممكن لاقي هالبطاقه، بطاقه معيده لالهم. طب ممكن تطبق على بطاقة دعوة كمان ولا لا؟ أكيد، يعني أنا نحن بنشتغل على كل شيء ستيشنري انفايتس وهيك، بس هيدا كبرودوي، هيدا برودكت موجود بالماركت، والا بيصير كاستمايز، يعني بيصير على الطلب. صح. أها. صح. طب مريال كيف عم بتجربي تطوري اكثر بهالفكره، تلاقي يمكن تعابير جديده؟ واسم الله علينا نحن، يعني كل يوم في عنا كلمة جديدة نعلق عليها. نحن عنا يعني لغتنا كثير غنية، خاصة انه كمان بنخلط كثير مع انجلش وفرنساوي. صح. فمثل ما عم تشوفوا بالصور بجرب قد ما في يعني استعمل عبارات نحن بنقولها عادة، يعني مثلا هيدي بدي اكلك، بس بحطها بكونتكست مهضوم، او فيه سانس جمهور، يعني فيه روح النكته كرمال تكون. طب مين بنقي مثلا هالرسمه او هالكاركتر لازم يكون على البطاقه؟ انا بعمل كل شيء، انا كل شيء ديزاين، نعم انا بنفذهم كل شيء. يعني قديش صعب عليك، يعني غير اني بتلاقي الجمله تلاقي كمان الكاركتر؟ صح. يعني هو انا درست جرافيك ديزاين، هذا الشيء بالدومين. صح. يعني كثير بحب، من انا وصغيره كنت ارسم، وضلت طورت معي تا اخر شيء، يعني هو طلعت الفكره لانه حسيت في جاب بالماركت، يعني ما في كان بطاقات معيده. بطاقات معيده تقليديه مثل ما كنا نشوفها. ايه، يعني هن اكثر شيء من برا بيكونوا الكاردز، فما كان في شيء اذا بدك ريفلكشن عن نحن كيف بنعيد بعض، او ما بيشبهوا لغتنا كمان. ما هيك بتصور المغتربين انبسطوا كثير كمان كثير بيمشوا كمان. مزبوط مزبوط، يعني هن كمان بينباعوا برا بالدول العربيه، بلبنان. بس احنا عم نحكي عن هالبطاقه هيك محدوده، يعني ما في شيء مثلا ميوزك بقلبها مثل هول البطاقه لا كله بيبر، بس هيك بيبر. اوكي، عم نشوف لكن بعض التعابير نستعمل فيهم، يعني هلا هن بصور مش مبينين، بس نستعمل فيهم مرات فويل سبيشال فينيشينج افكتس، مرات فيهم سبوت يو في فيهم، يعني حتى الكواليتي يمكن ما بتبين على الشاشه، بس كمان هيك كارت بنحسه مثل كانه عرفتي شخصيته لهالشخص اللي بدك تعطيه الكارد او تعيديه، فشي كثير مميز. في فاريتي كثير كبيره من الكارد، يعني في عالم بحبوا قصص يكونوا اكثر شوي كلاسيك، في عالم بحبوا قصص الفانكي اكثر، سو بالرينج تبعنا في كل بس دائما بوزيتيف.
من ناحيه الكالرز التعبير دائما بوزيتيف وبجرب يكون يعطوا مثل ما كنت عم بقول قبل هيك يعني فيهم هيومر يكونوا هيك روح حلوه حلوه بالبطاقه. مزبوط. طب هلا شو عندنا افكار جديده؟ عم شوف بطاقات صغيره كنا قبل عم نتبع حجم معين. هيدا هيدا السايز فوت عملنا ريسنتلي في منهم قصص رجعنا عدناهم على صغير بس في قصص كمان صغيره واحد براتيك يعني اذا واحد مثلا مع كادو مع بوكي ورد او شيء في يستعمل بدي اوكي ما بنلاقي كثير كل التعابير اللي على كبير لانه بعده الجديد يعني الكبار في اكثر ديزاينز بس عم نتطور هلا قد ما فينا تا اوكي هلا شو في بالبال افكار هيك يعني هلا كان موسم الاعياد فكان في كثير ما بعرف اذا حنا هون مثلا هيدي ميري كريسمس ومرحبا ريجيم انه هيك مرحبا ريجيم عن جد مرحبا ريجيم ايه في قصص اللي قطعوا كمان مثلا سانتا كلوز والعاني ايه كمان في سانتا كلوز والعاني في وحده مكتوب عليها ذيس كريسمس كاش ما في سو ميبي يلا ميبي نكست يير سو هيك قصص يعني شوي نحن بنعيشها شوي طب قد ايه بتحسي مريال انه بتسمع من الناس اكثر انه خاصه بس يكون في خناقات ومشاكل بين الكوب يمكن هالكارت بيعوض عن مليون حكي موضوع انشاء عرفتي بتحس جمله صغيره مزبوط مهضومه بتضحك بتغير المود في اساس كمان مكتوب عليها كارد مثلا سوري عن جد اذا واحد بده يعتذر من كل شيء ايه يعني في كل الكاتيجوريز ومثل ما عم بتقولي يعني الكلمه انا بحسها كثير بتعبر يعني الكارت بيقولوا انه الديجيتال وورد مثلا انه خلص صارت العالم عم بتعيد بعضها على الفيسبوك على السوشيال ميديا وهيك بس بعدني بحس انه الفيزيكال اسبيكت تبع الكارت بضل يعني ما بيروح عنده بيعطي للكارت قيمتها اكثر بنحتفظ فيها عنا بطاقات يعني من نحن وصغار ايه بضلهم يعني اتس كلتشرال كمان نحن بالكلتشر اور كلتشر بنبعث كاردز يعني ان كان على الاعياد او شيء فليش لا الكاردز او البطاقات موجودين بس بلبنان او صار لكم انتشار بالدول العربيه لا صار عندنا انتشار بدول عربيه بسعوديه بقطر بحرين الامارات الكويت وفي بليسز معينين في اماكن معينه بنقدر نلاقيهم ولا وين ما كان بالمولز بكذا محل بالفيرجن ميجا ستورز كمان طب ممكن هالافكار نلاقيهم مترجمين على غير ايتم مثلا غير بطاقات تعويض ايه بوسيبل لانه انه بهمني كمان استفيد من الافكار على غير برودوي هلا اكيد عم فكر فيها كمان تو اكسباند اكثر ويكون عندي غير برودكت فيكون شيء خاصه بالستيشنري فيكون شيء كثير شيء خاصه مثلا بالفاشن او بالفرنتشر ديزاين يعني جرب استفيد من اذا بدك من الديزاينز والرسمات اللي بعملهم على غير برودكتس في موضة بالالوان ما في شيء نو ليميتس في موضة بالالوان بتتبعيها ميريال مثلا في هيك انا بحب الالوان الفلاشي بحب الاسود يعني اسود مع الفلاشي كولرز بحب هيدا الستيل بوب ارت بحب كثير دبرسي Because I miss you. عن جد مهضومين مريال متمنيه لك كل التوفيق والجائزه عن جد تستحقيها الف مبروك وان شاء الله دائما من نجاح لنجاح مريال اهلا وسهلا فيك اما هلا رح نشوف الشيف حسين عبد الساتر وين صار بالوصفه معك نانسي كثير حبيت هالكارت كثير دبرسي والعاني اي لاف تيتا تيتا انا تبرزتي بالبرازيل بقول لها هاي اذا عم تحضرني واشتقت لها كثير هلو شيف هاي كيفنا؟ أنا منيح كيفك تمام؟ انت؟ تمام وين صرنا؟ هلا هون تقريبا نحن طبختنا خلصت أكيد نحن أول شيء حضرنا الصلصة جانا حضرنا الرز أوكي خلينا نرجع بس نقول للمشاهدين بركي حدا انضم لنا هلا اليوم شو عم نعمل لكن تشيكن كاري تشيكن كاري أوكي أول شيء نحن جبنا بصل حطينا بصل فرمنا بصل جوانح ضفنا له كرات ضفنا له جزر جانا ضفنا له بطاطا رجعنا آخر شيء حطينا نحن الكرات والكرافس لحتى يعطي نكهه مميزه لطبختنا كمان حطينا احنا اناناس واكيد اناناس ترونشيت أوكي. مع التفاح خلطنا هذا المزيج كله قليناه سوا مع بعضه غمرناه بالمرقه بس لحتى غلي بعد ما غلي استوى الجزر والبطاطا اكيد طحناه ضفنا له الكاري حطينا كريم فريش لحتى تعطي لزوجه للطبخه
اكيد هلا رح تدوقي نكهه كثير طيبه. انا عم بقول لك شايف عم بيحكي كانه هيك عرفت انه صار لك سنين تطلع على التلفزيون اسم الله عليك. فحطينا ضفنا له الكاري اكيد البهار الابيض حطينا بهار ابيض ما ننسى المرقه فينا نحن ناخذ من مرقه الدجاج اكيد نحن الدجاج بدنا نكون سلقينه. نعم. اذا جبنا فروج كامل فينا الفروج الكامل نقطعه لثمان قطع ونقليه بعد ما نقليه نحطه على الوجه. أوكي. انا اليوم مستعمل سفاين. سفاين مسحبه اكيد تكون السفاين مسحبه بدون جلده وبدون عظم. نعم. فشويتها او عملتها سوتيه مع قليل من زيت الزيتون هيك بدها تكون شوي صحيه 100% حطيت لها بهار اسود وضفتها للصلصه لحتى غلت كلها. اوكي. هون الرز اكيد نحن جبنا رز امريكاني يعني مده 45 دقيقه لحتى راحت المواد النشويه منه. اول شيء قلينا البصله حطينا جزر قطعنا جزر مربعات صغيره. اوكي. كمان حطينا مثل ما عم نشوف حطينا لوبيا 100% وحطينا لوبيا كله مثلج هيدا بيكون عاده احسن؟ لا يستحسن يكون فريش. يكون فريش 100% وحطينا جزر وكوسه وفلاي فلي قليتهم كلهم مع بعضهم بالزبده بس الزبده ما فينا نحط نحن زبده لحال بدنا نضيف شوية زيت زيت نباتي لان الزبده بتحترق معنا على النار. اوكي. فقليتهم كلهم ضفت المرقه كمان وحطيت الرز لحتى استوت طبختنا وهلا انا هون عم بسكبها. أوكي. وعم بزينها عم بحط على الوجه خس فريزيه لحتى يعطي شكل حلو للطبق. طيب شايف وكمان بيطلع طيب مع الرز البسمتي أكيد أبسب يمكن من الأمريكاني ولا لا حسب الرغبة. هلا نحن فينا كمان فينا نعمله برز بسمتي وفينا نعمل بدل التشيكن فينا نعمل شريمب أو فينا نعمل بيف ما في أي مشكلة كمان يعني حسب الذوق ست البيت شو بتحب تطبخ كام بيف أو تشيكن أو شريمب أو سي فود ما في أي طيب مشكلة. طيب والمي شو استعملنا للرز؟ أي مي؟ مي الدجاج نحن مي الدجاج أكيد أول شيء نحن إذا ما بيكون في عندنا دجاج اخدين ميته ونحن بيكون في محضرين او ست البيت مثلا تكون محضره على طول بالبراد مية الدجاج في حال بدها تعمل سوب حيلا نوع من انواع السوب فيها تشيل دغري بتكون جاهزه المرقه تستعملها مثلا مثل انا كمان كنت محضر مرقه على جنب ضفتها دغري فوق ال طب وهيدا اللون الصفر شو هيدا حطيته عند الصفرا؟ كاري نحن عاملين تشيكن كاري الكاري بيعطي نكهه كثير طيبه للرز. شاطره انا بعجبك ضقتيهم انت ضقتيهم كثير قويه بالمطبخ ضقتهم كثير طيبين على فكره يعطيك الف عافيه. طيب شاف هلا شو بتحط حدهم هلا هون هلا انا رح احط الدجاج اكيد مع الصلصه. اوكي وخلينا نرجع نقول اول شيء شو عملنا هلا هون نحن حضرنا اول شيء الكنبيه حكينا بما انه صرنا قريبين من موسم الاعياد صح فاكيد نحن على كريسمس الكنبيه مع الحبش مع الكيش بالفطر او كيش بالهليون. انا اليوم حضرت الكنبيه في نوعين السالمون والجبنه الفتة. اول شيء جبنا نحن خبز باندومي دهناه بالزبده حطينا خس فريزي او فينا نحط خس لولو روسو. اوكي. سالمون مدخن مثل ما شفنا كيف زيناه. ثاني وحده حطينا كمان خبز باندومي اكيد كل شو ما نكون عم نعمل كان سالمون ولا اريدس ولا كافيار ولا حلوم او حيلا نوع من الانواع بدنا ندهنها زبده ونحط فوقها الجبنه الفته انا عاملهم بشكل بول اكيد لتتهم بالسمسم. اوكي. ثاني وحده حطيت لها بابريكا والثالثه حطيت لها كاري. اوكي. فينا نفس الشيء كمان نجيب خبز الباندومين نعملها تونه كراب كافيار. واصلا بتنعمل هيك بالجبنه مش باللبنه، اللبنه عاده بتشتش 100% اذا تركناها 100% او فينا نعملها كمان بجبنه الماعز كمان بتعطي نكهه بتطلع طيبه 100% طيب شو في اطباق ممكن نحضرها بالعيد؟ لك هيدا من الاطباق فينا نحضر الكيش بالفطر حكينا كمان هيدا الطبق بيتقدم كثير بالعيد نحن هلا عم نبيع منه بشكل كثير كبير 100% الكيش هو نحن بنعمله اول شيء بنحضره بعجينه التارت اكيد عجينه التارت نحن كلنا بنعرفها تكون حلوه اوكي فنحن بدنا نجيب زبده وطحين اللي هن بدنا نقول المقادير 600 جرام زبده لان المقادير كثير مهمه لهيدا الطبق 600 جرام زبده 400 جرام طحين بيضه وحده صفار بيضه واحد رشه ملح ومي حسب حاجه العجينه اوكي بس اكيد نحن الزبده ما بدنا نكون نحن مدوبينها على النار الزبده لتكون درجه حرارتها من حراره الغرفه يعني اوكي يعني بدنا نشيلها برات من البراد نحطها برا لفتره لشوي هيك تصير 100% بدها تكون مثل الكريمه فبنحط الزبده نحن بالخلاط كهربائي او ميكسر كهربائي اوكي شوي شوي بنصير نحط له طحين اكيد مع صفار البيض ورشه ملح ما ننسى لان هي مالحه
ومي. وبعدين المي بنصير نضيفه شوي شوي تنحسها عملت عجينه. نحن ما بدنا نضيف لها كثير مي، بدنا نضيف لها قليل مي، هي ما لازم يحطوا لها مي بس بنضيف لها مي لحتى تنرق معنا ونحطها بالقالب. اوكي. نخبز نحطها بالقالب، نحط بكعبه حمص لحتى ما تنفخ 100%. هذا الشيء اللي بعرفه. فنحطها بالفرن على درجه حراره 180 درجه. اوكي. لمده 10 دقائق بتكون استوت نص استوى العجينه، بنشيلها بنحط بنصها المزيج، اكيد المزيج هو عباره عن كريم فريش، عباره عن بيض، عباره عن كورن فلاور، اكيد نحن عاملينه بالفطر. ايه؟ فطر وقليل من الثوم، نعمل هذا المزيج. بنحط نرجع بنسكرها ولا بنتركها مفتوحه؟ لا بنتركها مفتوحه، بنحطها ضمن القالب اللي عملناه، بنحط على الوجه بارميزون تشيز وموزاريلا تشيز وبندخلها على الفرن لحتى يتحمر وجهها ونشيلها. وألف صحتين، كل عام وانت بخير. وميري كريسمس. وميري كريسمس وهابي نيو يير. لكن رح نتوقف هلا للحظات قليله مع الاعلان وبنرجع بنتابع، خليكم معنا. النجاح بالحياة هو وليد عدة عوامل، لهيك بهالفقرة قصة نجاح متعرف أكثر عليها مع ضيفنا رجل أعمال دكتور محمود حكيم، واللي بلش من محل صغير لبيع النظارات بالحمراء إلى أكبر شركة نظارات عالمية يعني تنافس الشركات الكبيرة. عن هالسكسس ستوري بنحكي أكثر بهالسجمنت. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. كيف حالك؟ بشكركم على هالدعوة الحلوة. ونحن بنتشكرك. أهلا وسهلا. لا نرجع شوي هيك بدايتك، كانت صعب شوي هيك الدرب؟ كان صعب والله الدرب، كان صعب بس ما كان، كان في على طول الحافز اللي الواحد لازم يوصل له. بلشت يمكن من محل عوينات. بصراحه اذا بدي ركز على مزبوط انا كيف بلشت القصه، انا تخرجت بلبنان وكفيت بسموه اتيود سوبيريور برات لبنان. نعم. ورجعت لهوني. الوالد نصحني وقتها اني افتح محل عوينات حد جامعه كبيره، لانه على اساس انه انا واحد متعلم وبدي البيش او الكاستمرز تعولي يكونوا بليفل معين او شيء انا اقدر اشتغل معهم. الحلو هونيك البدايه فعلا كانت كثير صعبه. انا بتذكر انه كنت اوقف على رصيف مين ما يمرق ينزل على الجامعه، انا انزل محل بكير. باي ذا واي انا نهاري ببلش الساعه 4 الصبح. انا يومي ببلش بعدني لهلا، انا صار لي 10 سنين انا بوعى 4. سبعة. ليش 4 بس؟ ليش 4؟ اي هاف تو ريد بوكس، بقرا كثير وبكتب بنفس الوقت. لانه بعمل بقرا اشياء علميه وبكتب اشياء اللي انا بدرس فيها، لانه انا كمان انا مدير قسم بجامعه. أوكي. للبصريات، فبكتب هدول اللي فيهم. بس من بوقت اكيد ما كنت مدير قسم، بس بقرا، بحب القراءه كثير، فبقرا اشياء علميه كثير. سو وبدي احضر لشغلي. لما كنت انزل على المحل جد انا بذكر انا اول فتره طويله اوقف انا على رصيفي لابس ماريول ابيض هيك هالتابليه تبع الاوبتومتريست، شوف مين عم يمرق برا على الرصيف الا بونجور بونجور بونجور، مين ما يمرق تحت نازل على الجامعه سلم عليه، ما بعرفهم ولا بيعرف بصراحه في هذا، لحتى تعودوا الناس انه انا اذا نزلت بكير في واحد حيكون واقف برا يقول لي بونجور. حتى بتذكر مره شغله حادثه مهضومه، انه كان في وحده على طول تنزل، هي تلميذي يعني، انه بتذكر انه بده يقول لي بونجور كمان مره، قامت قطعت الطريق لحتى ما سلم عليها، فهي قطعت الطريق بعدين صارت تطلع الطرف انه حيقول لي بونجور، قام فاتت بعمود الكهرباء. بس فاتت بعمود الكهرباء بس شو المقصود؟ طلع فيها طلع بونجور. بس شو صار؟ صار انه بعد فتره اللي صار يكسر عوينات او يضيع لانسز يتذكر انه هيدا كان يوعى بكير. انا نازله على الامتحان مضيع على لونتي تعيتي، هذا كان واقف على باب المحل، هيدا موجود على طول. فعلى طول الفايقه بكير واللي بيقوم بكير ليقوم على شغله فعلا بيوصل، من جد وجد. هيدي يمكن كانت اول حافز لإلي. بصراحه انا لما الفكره تعيت يمكن ما تعلمت بزنس كبزنس، بس تعلمت الصدق بالشغل تبعي، وتعلمت عدم الياس. لانه انا بذكر والله من 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 من, من اول ما فتحت ل 14 يوم لبعت اول بيعه. طب هيدا عدم الياس كيف قدرت توصل له؟
انا كثير بوزيتيف. I'm always happy by the way. This is why the slogan is محمود in the mood. I'm always happy. بدي فتش على محمود in the mood لانه لازم اخترع شيء فرح من اي شغله بتصير قدامي. فاستقطابي لهدول الناس اللي هن عم يمرقوا صار عندي accumulated customers. يعني ناس عم تتجمع فوق بعضها. لما واحد بيجي بيشتري من عندي علاقتي فيه خلت انه هذا الشخص يجيب حدا ثاني ولاقله ما اخسره. فيقضي اربع سنين بالجامعه يتخرج يرجع يجي مسافه بعيده. انا كان عندي هالقد كاستمر صاروا اكثر صاروا اكثر صاروا اكثر. هالبيلد اب اوف اول ذيس كاستمرز هن زادوا لي منيح بال اخذ وقت. الى انه يوم من الايام كمان انا فكرت انه ليش بدي ضلني بمحلي؟ ليش ضلني بمحلي يعني بمكاني؟ نفس المكان نفس الدومين. انا ام ريتيلر. ريتيلر يعني نحن بناخذ من السبلايرز الموجودين. فهون الصراحه حابب انا اتوجه لكل الشباب اللي هو من جيلي. كثير ناس تخرجوا من جيلي عملوا كانوا معي بالصف. طب ليش في ناس ما وصلت لنص ما وصلت هالقد او عمل كذا؟ وليش في ناس بيقول لك انا لا خلص قررت هجر من اول الطريق وما اعمل شيء ابدا؟ وعن جد لبنان والحياه والشغل يعني بده خلص ما. طيب ليه؟ لا الفكره الثانيه هي الشكل التالي. حسب الوضع الواحد قدامه. اذا كان الوضع كان وقتها من 2000 ل 2004 باي ذا واي انا ماي glorious years were in 2004 وبدايه 2005. فعملت شغل كثير حلو كمحل كريتيلر اللي بنشتري نحن من السبلايرز تعول السوق اللي هن بيبيعوا وينات. من بعد 2005 كلنا بنتذكر احداث لبنان شو صارت. مرقنا بمراحل كثير كبيره وكثير صعبه. صار الشغل تدنى. لما الشغل تدنى انا بدي افكر بحالي. حضلني مثل الباقيين ولا I have to come up with something new. كانت كمان اجى حافز حدا اون باراليل. شوف ربنا كيف بيرتب الامور. فاتت وقتها صبيه لعندي اللي على طول بقولها وابنها لابس عويناته دفش رفيقه فشق جبينه. لما انشق جبينه صرت فكر انا قعدت اتصل بالناس انه كسبلايرز مين في عنده عوانات هذا شوك ابسوربر بيمتص الصدمات. ما كنت لاقي. كنت لاقي يا اما بشع يا اما منه منيح يا اما كثير ملياب يا اما كذا. هون بقى الحاجه اما الاختراع. طلعت بفكره انه انا لازم اخترع عوانات يمتص الصدمه ويكون حلو ويكون اوبتيكلي مزبوط على الوش فيزيولوجيكلي مزبوط على الوش. هيدي تقريبا من 3 سنين. بس بال 2005 انا اللي بلشت انا بدي اسوي شيء برا. بلشت ارسم عوينات. قلت ليش بدي انا كمان على طول اخذ من الموردين؟ صاروا بعض الناس خاصه رفقاتي واحد بالفضل بيضحكوا عليه رفقاتي بيضحكوا عليه انه معقول انت بدك تنافس الشركات مشان ما نسميه هون هذه معروفه هذه الماركه وهذه الماركه وهذه الماركه. فانت كيف بدك تطلع قدام هدول الماركات؟ بصراحه ما في لبناني او عربي فات هذا المجال. بيقول لك طب بس انا صرت فكر طب ليش بالفاشن شو نحن نجحنا كلبنانيه؟ بتلاقي انه افضل مصمم بيمشي على التابيروج بهوليوود لبناني ودو وتروس كذا شخص صاروا عنا بيرسموا وعملوا اشياء حلوه وفاتوا معترك العالمي. يعني عندك اوبورتيونيتي عندك امل ليش ما في انا اي واحد على فكره ثينك بوزيتيف توصل للبوزيتيف. هذا اللي بدي اوصله انا. بس قبل ما تكفي كمان دكتور محمود انه المرحله الانتقاليه اللي كانت بحياتك انك طلعت بفكره جديده وتشز فينا نقول انه هيدي السر من اسرار النجاح. يعني اليوم بنشتري كثير كتب عن النجاح متمثل كثير بالناس كمان يمكن قضوا بحياتهم بس وصلوا وحققوا ونجحوا. اذا بدنا نشوف الاسرار الخاصه فيك الحظ اللي على الدور اشخاص صح كانوا حواليك المثابره اللي طلعت فيها المثابره والعزيمه. لما اخذت جائزه البي ال اي اللي هي بريلينت لبنانيز اوورد كان في كلمه كنت انا عم بحكيها على الفكره انا حطيتها كبزنس ككل لانه هن هدول الجماعه الحلوين اللي ضووا على مين في عندنا مبدعين بلبنان وهذا الشيء بناخذ كريدي لهم لانه ضووا على ناس ابدعوا بمجالات بمجالاتهم. الكلمه اللي قلتها هونيك هي بالحفل انه اهم شغله باسرار النجاح هو عزيمتك ومثابرتك لما ما يكون عندك شيء. فلما واحد ما عنده شيء لا خلص ما بيطلع بايدي. لا ما بيطلع بايدك. ما قادر ما معك مال لا تقدر تمشي فيه مثل ما انا بلشت. انا بلشت اخذت قرض شرحت فكرتي لبنك قال لي والله هذا المصرف فكرتك انه صعبه بس فيها فيزيبيليتي هيدا الفيزيبيليتي تعيتي هيدي كذا هيدي كذا. شاف الاندفاع اعطاني كريدي على اندفاعي وعلى فكرتي اللي انا بدي بلش فيها. ففعلا رسمت عوينات وبلشت سوقهم. كان كثير صعب الاول ما بلشت سوق. صراحه في عندنا شيء اسمه نحن كواليتي فيرسز براندز. الناس بتحب البراندز الماركات اكثر من النوعيه حتى انه للاسف
خاصة عنا بلبنان بيحبوا يشتروا ماركة، لأن لو كانت تقليد ومكتوب الاسم الماركة من برا وتكون نوعيتها بالمرة سيئة على أنه يلبس شغلة ماركة نوعيتها جيدة بس هو مش سامع باسمها. ما عنده اسم. فأنا قلت رغم هيدا الصعوبة الموجودة بدي أنجح، فلحتى أنجح لازم ما خلي كلمة لو. فمن هون كانت الفكرة أنه أنا لازم يكون نوعية شغلي كتير عالي حتى ما حدا يطلع لي فيها علي. فكان عندي سبب أو موتيف معين اللي حافز أنه أنا أي قطعة بدي أنتجها لازم تكون نوعيتها كتير عالية. وكمان درست كتير وجوه الناس. أنا بذكر أنه أول عوانيتات كنت ساويهم أنا كنت أحفرهم بالخشب، هلأ صار في 3D printing، بس أنا زيك لما بلشت كنت قاعد أحفر عوانيتاتي بالخشب وفصلهم ولبسهم على الصبايا اللي فوتوا عندي على المحل. يعني تعبت لو صرت تعبت. بس كنت لحالك ولا كان في أصدقاء حواليك؟ كان في شخص عم تستشير؟ ايه أو حدا عم يشجعك عم يعطيك بوش دعم؟ التشجيع كان هو تشجيع عائلي اللي هي الوالدة البيت، هذا اللي كان عم يشجعني بيتي. بس انه لقيت تشجيع من الاصدقاء، لا كانوا يقولوا لي انت عم تضيع مصرياتك، انت عم تضيع حياتك، انت ليش بدك تساوي هيك؟ The negativity was all over. السلبيه كانت عند الكل، خاصه من ناس من تعول مصلحتي. هلا انت بدك تيجي تعمل لي عوينات، انا وكيل فلاني، انا بطلع بشتري من عند فلان، بيجي بيعهم اهين، بتحدى حالي اكثر، وانا لا بدي اعطي نتيجه قادر اوصل. طب مين حيشتري لك عوينتك؟ يعني اذا كان حلو نوعيته منيحه كذا. ففكرت ليش بدي بلش من لبنان؟ انا بلش بس لو بدي صنع هون او صنع برا، انا حبيعهم برا ومن برا من اوروبا يفوتوا على لبنان. وهني صاروا يشوفوا السايت، انه عندي سايت بسبين، الويب سايت تبع العوانيت الولاد اللي انا اخترعته اتس سبانيش سايت، العوانيت الفرنساوي اتس فرنش سايت، وبنبيعه بفرنسا. يعني انا بال 2014 2015 عندي افضل مبيعات بنظاراتي بفرنسا. صارت الناس اللي هون تشوف شفت عوانيتي من فرنسا، طب ما هو لبناني. ما هالفكره يعني انه ما بيحبوا الشغله جايه من برا، ما عنده الثقه انه انا اذا اخذت من هذا المصمم اللبناني انه هو ساوى. لما كنت ساوى عوانيتاتي من خشب ليش؟ لاني كنت لبسهم، انا اخذت الفيزيونومي ميديترانيا او شكل الوجه، اللحنه ميديترانيا اللي هو لبناني، قبرص، اليونان، ايطاليا، هيدول البلدان اللي هن قريبين الفيتشرز لنا نحن، فالمنخار، ارتفاع الحاجه. فلما كنت ارسم العوينات فعلا كنت اقيسهم لزبونات، وكان بدي انا اقعد اني على الصبايا اللي عم تشتري عوانيت تاني بليز قيسيلي هذا العوانيت وانا بدي صورك يعني فيهم. يعني هالقد كنت مآمن بالشيء اللي انت عم تعمله بفكرتك. طب نصيحتك الاخيره لكل شخص هيك عم بيتابعنا عنده فكره مشروع بباله واللي حواليه عم يقولوا مستحيل تنفذها؟ والله ما حدا ييأس من الشغله اللي بده يوصل لها، يحط الشيء قدامه انه انا بدي اوصل. ما ييأس، عزيمتك لازم تضلها موجوده، ارادتك لازم تضلها موجوده. كل ما يطلع عندك اوبستاكل او حاجز قدامك تقول معلش انا بدي، انا اكيد خسرت اكيد او ببداياتي روحت مصاري هون، انه صنعت شغلات ما في اشياء ما وثقوا فيها لحتى ما دفعت كثير لطلعت على معارض لبرا. بس لما كنت اعرضهم الباي باك تبعي، لما اشوف بعيون العالم انه هن عم بيحبوا الانتاج اللي انا عم ساويه. نجحت بالولاده، رسمت عوانات للنسوان، رسمت يعني فيميل فريمز، رسمت عوانات رجالي شمس نظر، عملت كمان كونسبتس جديد. عملت انا اول واحد بيعمل عوانات ضد الكسر للي بيعملوا سكي وللي للرياضه بشكل عام لحتى الواحد ما يأذي حاله. وبخلال مسيرتي كمان سجلت عده براءات اختراع، عندي 22 براءه اختراع ما بين ماتيريال، ما بين ماكينات ونماذج صناعيه، ما بين نماذج صناعيه. اكيد نحن سعيدين اليوم انه تعرفنا عليك عن قرب، وهيك ان شاء الله تكون مثال لكل هالشباب. مثل ما قلت ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. واهم شغله بالنهايه كمان بدي اقول لهم اياها، انه الواحد اذا وصل ما يحط اجر على اجر ليقول انا وصلت. هو بده يكون حافز انه هو بده يكمل، وكثير ينتبه على تصرفاته، ما يتعجرف، ما يتكبر، يضل تواضعه سيد الموقف، ويضل ايجابي، ويضل ايجابي اهم شيء. ايه لازم كثير منيح، يعني لازم يفكر كثير منيح انه لما ما يكون عنده شيء، ولازم يعرف شو يتصرف ويعرف كيف هو بده يشتغل، ويشتغل منيح على حاله لما يكون قدامه كثير اشياء متاحه. ثانك يو دكتور، رح تبقى معنا لحتى لي ندوق اكيد شو حضرنا اليوم شيف عبد الساتر. عبد الساتر اوكي. فاصل اخير وبنرجع نتابع، خليكم معنا.
اخر فقره. تفضل شيف. اهلا وسهلا. ثانك يو، اهلا فيك. تفضل. نحن حضرنا لليوم طبقين، واحد ابيتايزر واحد مين كورس. اكيد الابيتايزر مثل ما شفنا الكنبيه، اكيد كنبيه حضرين مع سموكت سالمون ومع جبنه الفتة بالسمسم وبال الحر والكري. الوين؟ طبعا ضيعته. انا شايف الريحه، الريحه ليته معلق هيك شوي، قلت بساعده. الطبق الثاني المين كورس الكاري، ريحه الكاري. ريحه الكاري اكيد مثل ما شفنا اول شيء حطينا الرز مع الخضار، قلينا البصله وقلينا الخضره، حطينا لها الرز الامريكاني اكيد بنكون نعينه نحن مده 45 دقيقه لحتى تروح كل المواد النشويه. اكيد دخلنا له كاري ودجاج، اكيد نحن الصلصه اول شيء حطينا البصل مع الكرات مع الكرافس مع الجزر اكيد مع البطاطا. عم بتضيع وننسي للشاب. لا الشاب يعني لانه رجع عم يطبخها من اول وجديد. هدول طبقين عندهم كل القيمه الغذائيه. شكرا لك شاب. شاف حسين عبد الصادق، دائما بننبسط بوجودك معنا، يعطيك الف عافيه. دكتور محمود شكرا لحضورك معنا. بالفعل وير براود اوف يو نحن، وان شاء الله هيك الى المزيد من النجاحات اللي تسجل بحياتك. اهلا وسهلا. ميريال كمان يعني بتعرفوا بعض، طلعتوا من البريليانت ليبانيز اوورد اللي عرفت الناس كمان على بعض، شغله حلوه كثير. فالف مبروك عن جديد واهلا وسهلا. ولهم مرجع كل المشاهدين اللي تابعوا حلقتنا اليوم، بكره ملتقانا معكم بنفس المكان ونفس الموعد، فكونوا كثار. الى اللقاء.